المحاضرة اللي هي 3، المفروض كده باينة عندكم السكرين، تمام؟ البرزنتيشن باينة. طيب المحاضرة ده بتتكلم على حاجة اسمها الهيت ديفيوجن ايكويشن. طيب ايه حكاية الهيت ديفيوجن ايكويشن دي؟ دي المعادلة الجنرال لأي مادة سوليد في الدنيا تستطيع من خلال هذه المعادلة تقدر تحسب الهيت ترانسفير عامل ازاي. الهيت ترانسفير مقصود بيه ايه؟ مقصود زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، ان عندي فرق في درجات الحرارة، يبقى انا كده عايز اعرف البروفايل شكله عامل ازاي، شكل البروفايل عامل ازاي. يعني معناها لو انا ماشي مع محور اكس التمبريتشر بتتغير ازاي، لو انا ماشي مع محور واي التمبريتشر بتتغير ازاي، وهكذا. طيب الحاجة التانية عايز اعرف الهيت فلو، يعني الحرارة ماشية في انهي اتجاه، من اتجاه محور اكس ولا ممكن تكون ماشية في اكس وواي وزد. طب لو هي ماشية في اتجاه محور اكس كام بقى، كام جول بير سكند اللي هو الوات، كام حرارة كانرجي معدية في او مثلا لو عايز تجيبها كفلكس، يعني اليونت اريا بيعدي لي كام حراره، بيتنقل منه حراره قد ايه. وزي ما اتفقنا انه الهيت ترانسفير شرط انتقال الحراره هو ايه؟ ان يكون عندي فرق في درجه الحراره، والعمليه دي محتاجه تايم. اذا كمان الهيت ترانسفير از ا فانكشن اوف ايه؟ في التايم، فانكشن في التايم. المعادله دي بقى دي عايزين نشوف هل احنا بعد ما هنستنتجها استنتجناها صح ولا غلط. طب نعمل ايه؟ تعالى نجربها في وان دايمنشن ستيدي ستيت، يعني سمبل كيس كده ونشوف هتشتغل معانا ولا لا. طيب وبعد كده هنتعلم لو استخدمناها بقى في محاور مختلفه، سلندريكال سفيريكال، هتشتغل معانا ولا لا. طيب حاجه ثانيه، لما نيجي نحط ماده عازله ايه اللي بيحصل، وهنعرف حاجه اسمها كريتيكال راديوس. خلاصه المحاضره النهارده انت عايز ايه؟ هي فيها اثباتات كتير النهارده، هل الاثباتات دي علينا؟ لا. مطلوب مني ان انا اقعد احفظها؟ لا. مطلوب ايه؟ افهمها بس. طب عشان ايه في الاخر؟ عشان اوصل للفورمولا شيت دي. انت في الاخر هيبقى معاك فورمولا شيت، سواء في الكويز او في الميد تيرم او في الفاينل، معاك لما تتخرج معاك فورمولا شيت. بس هو السؤال زي ما انت شايف الفورمولا شيت انت متقسمه عباره عن ايه؟ عباره عن اربعه كولوم. بيقول لك ايه؟ الكولوم الاولاني بيقول لك الهيت جنريشن، الهيت ايكويشن، المعادله ايه؟ زي ما انت شايف كده اهو، بيقول لك المعادله اللي احنا بنتكلم عليها دي. ايه هي دي المعادلة؟ بتاعت مين؟ لو انا عندي جدار بلان وول، فدي شكل المعادلة بتاعت الايه؟ الهيت ديفيجن ايكويشن، لو انت احتجتها يعني. طب لو كان الجدار ده سلندريكال، واخد شكل سلندريكال، يبقى المعادلة بص اتغيرت ازاي؟ طب لو كان سفيريكال، ايه شكل المعادلة؟ طب احنا عايزين ايه من المعادلة دي؟ ان انا اوصل في الاخر حاجة زي ما اتفقنا، شكل درجات الحرارة عامل ازاي؟ اللي هو التمبريتشر ديستريبيوشن. هتلاقي في حالة البلان وول، شايف الكيرف؟ ما هوش كيرف، ده خط لينير اهو، بيربط ما بين تي 1 وتي 2، وادي المعادله بتاعته، كلمه البروفايل يعني المعادله اللي بتوصف لو انا ماشي مع محور اكس التمبريتشر بتتغير ازاي. ده فين؟ ده في 1 دايمنشن و 3 ستيت. لو اتنقلنا بقى على سلندريكال، شايف المعادله اتغيرت ازاي؟ شايف الكيرف بقى عامل ازاي؟ واخد شكل ايه؟ كيرفتشر. انا كان ممكن اقول لك والله ادي المعادلات وكده خلصنا المحاضره، بس انت هتقول لي جت منين يعني؟ عشان كده النهارده المحاضره كلها هدفها ايه؟ اثبت لك هي الكيرفات دي جت منين؟ مجرد المعادله دي جت منين؟ مش اكتر ولا اقل. نفس الكلام لو بصينا على السفيريكال، ادي المعادله بتاعت السفيريكال، شكل انتقال الحراره جوه جدار في صوره سفيريكال، يعني مثلا شيل كده وليها سمك او ثيك سفيريكال ماتيريال، هتلاقي ان انا عندي توزيع درجه الحراره واخد شكل كيرفتشر. الحقيقه ان احنا مش بندور بس على التمبريتشر ديستريبيوشن، انا عايز اعرف الهيت فلكس، يعني كل متر مربع بيعدي لي قد ايه. اهي ادي المعادله بتاعت البلان وول، ادي المعادله بتاعت السلندريكال، ادي المعادله بتاعت السفيريكال. طب لو انا بتكلم على الهيت كلها، اضرب في الاريا، المعادله دي اضربها في الاريا بس، جاست انك هضرب في الاريا. طب لو انا بتكلم على حاجه اسمها الثيرمال ريزيستنس، لو انت فاكر المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على حاجه اسمها محاكاه انالوجي ما بين الكهرباء وما بين الهيت ترانسفير. الكهرباء الدافع في انتقال الكهرباء هو ايه؟ او الكرنت ايه؟ او الشحنات ماشيه جوه السلك ازاي؟ الدافع هو فرق الفولت. طب ما هو هنا عندنا في الهيت ترانسفير الفرق هو التمبريتشر، فرق التمبريتشر هو الدافع لانتقال الحراره. جميل. طيب هناك كنا بنسميها ايه في الكهربيه؟ بنسميها ريزيستنس كهربائيه. طب هنا اسمها ايه بقى؟ اسمها ريزيستنس حراريه، ثيرمال ريزيستنس. هل الثيرمال ريزيستنس ثابته لكل الاشكال دي؟ لا، هتلاقي اهي في حاله البلان وول ادي شكل او المعادله بتاعت الثيرمال ريزيستنس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ذا كوندكشن. ادي الثيرمال ريزيستنس بتاعت السفيريكال، بتاع سوري السلندريكال وبتاعت السفيريكال. طب احنا هنحفظ الكلام ده؟ لا، مجرد انت بس تبقى معاك الفورمولا شيت، ولو جات لك مساله فيها سفيريكال هتعوض بالقانون ده، سلندريكال هتعوض بالقانون ده، بلان وول هتعوض بالكلام ده، مش اكتر.
يعني في الاخر دي خلاصه المحاضره اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. اي اسئله؟ احنا هنعمل ايه؟ واضح الهدف من المحاضره؟ طيب نراجع برضك مع بعض اللي احنا وصلنا له المره اللي فاتت. احنا قلنا ان علم انتقال الحراره ده بيجي لنا يا اما في حالتين اتنين، يا اما سايزنج، يعني عايز اشوف دايمنشن على اساسها اقدر انقل الحراره، يا اما انا مطلوب مني معايا دايمنشنز بيقول لي والله هي الهيت قد ايه، الهيت فلو قد ايه، قد ايه انرجي بتعدي بير سكند في المكان دوت. وقلنا ان الدافع هو وجود فرق في درجات الحراره، وكلمنا ان في عندي ثلاث طرق، في ثلاث ميكانيزمات، 3 مودز اوف هيت ترانسفير. قلنا جوه الماده الصلبه طالما ان في فرق في الثيرمال انرجي ما بين لاير ولاير، ما بين مكان ومكان، فالغني هيدي الفقير اهو. يبقى عندي دلتا تي، يبقى الغني هنا في الانرجي ثيرمال انرجي اللي هو الانترنال انرجي هيدي الاقل. وادي المعادله اهي، التي 1 او تي سيرفيس 1 اكبر من تي سيرفيس 2، يبقى دلتا تي او السمك هنا كام؟ ال. وقلنا كل ما الدلتا تي بتزيد كل ما الكيو دوت هتزيد، يبقى علاقه ايه؟ طرديه. وانه كل ما الاريا كروس سكشن اريا العمودي على الهيت ده، الهيت ده ماشي عمودي على الاريا، كل ما الاريا دي تزيد انت بتنقل الحراره اكتر. والعكس بقى، كل ما هتزود السمك، عشان كده الناس في الشتاء بتلبس ملابس تقيله ليه؟ عشان تزود السمك، عشان تقلل انتقال الحراره. في الصيف بتلبس ملابس قليله ليه؟ عشان تزود وتعرف تنقل حراره للجو. وقلنا لو انت فاكر التي دلتا تي على ال ده او دلتا تي على اكس ده اسمه ايه؟ فاكرين قلنا جريدينت، وقلنا ان هو في اتجاه النيجاتيف، يعني ايه؟ يعني ماشي من الاعلى للاقل. وادي الثابت اللي انت رحت عملت عليه تجربه امبارح في المعمل اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي كي. طيب لو جينا بصينا على المود الثاني او الميكانيزم الثاني، لو انا عندي سطح وعندي فلويد، بشرط ان الفلويد ده موفينج، اما انت اللي بتحركه او فرق التمبريتشر بيؤدي الى فرق في الدنستي ينتج عنه حركه اللي هي بيسموها فري كونفكشن او فري كونفكشن كارنت. طيب نتيجة ان في حركة الفلويد وعندي سطح ما بينهم دلتا تي، هيحصل انتقال الحرارة باي ايه؟ باي كونفكشن. طب ايه القانون بتاعنا؟ لو انت فاكر كيو دوت بتساوي اهي الاريا في الاتش في الدلتا تي، او فرق اهو دلتا تي هو السبب. انا عندي كل ما هزود الاريا كل ما انا هزود انتقال الحرارة باي كونفكشن. وقلنا المعامل اللي هي فيه تفاصيل كتير اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشن. طيب نيجي لاخر حاجة الراديشن. قلنا سطحين اثنين مش شرط يكون بينهم ماتيريال، او يكون الماتيريال اللي بينهم ترانسبيرنت يعني بتعدي لي الراديشن اللي هو الكترومغنيتيك ويفز. وقلنا ان اي سطح اعلى من الزيرو كلفن اكيد بيطلع راديشن. انا يهمني ايه في الاخر؟ النت اهو، ان انا ايه هو النت؟ الجسم الاولاني شايف الجسم الثاني بنسبه قد ايه؟ ده الفيو فاكتور. في ستيفن بولتزمان كونستانت، السيرفس اللي انت بتدور عليه بقى في الاخر تحسب عنده الحراره انهي اريا. وخد بالك ان التمبريتشر هنا بالكلفن اس 4، والتمبريتشر الثاني بتاع الجسم الثاني اس 4 بالكلفن برضه. طب هل الاجسام دي بلاك بادي؟ لا، ده في ممكن تكون جراي، يعني نسبة من البلاك بادي، عشان كده في ايميسيفيتي خاصية للسطح. لو قسمت الكلام ده على الاريا، خد بالك بجيب حاجة اسمها الفلكس، كيو دوت على الاريا، جيو سبيسيفيك اكس، معناها ان انا عايز اعرف المتر المربع بيعدي منه هيت ترانسفير قد ايه، او هيت ريت قد ايه. طيب ده الكلام احنا خدناه دلوقتي. طيب واتكلمنا على مبدا اسمه اللي هو الثيرمال ريزيستنس كونسبت. ايه حكاية الثيرمال ريزيستنس كونسبت؟ لو انت فاكر المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم على انه انا عايز احول مسالتي الى مساله كهرباء. يعني لو انا عندي انتقال حراره جوه الماتيريال اهو، ادي التمبريتشر هنا عاليه تي 1، وهنا عندي التمبريتشر في الجدار الناحيه الثانيه تي 2، لان الثيرمال انرجي في 1 اعلى من انرجي 2. فانا عايز احول المساله بتاعتي دي، الجدار ده اهو عايز احوله الى شبه الكهربيه، كان في كهرباء معديه. بس ايه اللي معدي دلوقتي عندي؟ انا معدي هيت، في كيو معديه. اتعامل مع الكلام ده ازاي؟ قلنا ناخد عند كل تمبريتشر حاجه اسمها نود، اهي عند كل تمبريتشر ادي نود. ما بين نود ونود في ايه؟ في مقاومه حراريه. هنا بنتكلم على الكوندكشن. طيب يبقى الكيو ماشيه في المقاومه الحراريه، ادي الكيو بتاعتنا اهي، ما بين تي 1 وبين تي 2. المقاومه دي كانت كام؟ بما ان ده بلان وول، فاكر احنا قلنا ايه؟ اهي ال على ايه؟ الاريا دي اللي هي دي، ادي الاريا، والماده دي ليها كي وليها سمك ال، مسافه من هنا لهنا ادي ال. ادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو ازاي نحاكي الكهربائيه مع الهيت ترانسفير، ان انا عندي انتقال حراره، فرق الدافع ما بين الدلتا تي هو ده الدافع لانتقال الحراره.
حولناها المسألة مسألة كهربائية. نفس الكلام لو كان عندي كونفكشن عند سطح اهو ودرجة حرارته أعلى اللي هو تي سيرفس أعلى من تي الهواء الفلويد اهو، فهيحصل انتقال حرارة باي كونفكشن. طيب فين الأريا أهي؟ لو أنا بتكلم على الحتة دي الأريا. فين المقاومة؟ أهي قلنا أول حاجة عند تي اس أدي نود. النقطة اللي بره أدي تي انفينيتي ليها نود، ما بينهم مقاومة أهي مقاومة حرارية. ماشي فيهم إيه أهو؟ الكيو. طيب الكيو دي الحرارة اللي هي ماشية كيو دوت. ما ننساش دي كيو دوت يعني هيت ريت. يعني جول بير سكند أو وات. طيب المقاومة اللي هنا فاكر مقاومة الكونفكشن واحد على أريا اتش. نفس الفكرة يبقى احنا بنحاكي المسألة بتاعتنا إلى مسألة كهربائية. طيب لو أنت فاكر احنا قلنا خد بالك من الفيرست لو ان انا ممكن يكون عندي نقطه بيخش منها حراره، فلازم قلنا سيجما الكيو ماينس الورك او سيجما الورك هيساوي ايه؟ التغير في الانرجي، بس احنا بنتكلم على ريت يبقى اقسم على التايم. فهو هنا بيقول لي مثلا بيقول لي ايه؟ في عندي ها 2 كيلو وات هيتر او هيتنج اليمنت، الاريا بتاعته اهي 0.04 متر سكوير. اللي از بروتكتد اون ذا او اتلزقت يعني on the back side with insulation، حط في عندي هنا عندي insulation. فهو مديني الشكل الرسمي ادي الهيتر اللي هو استخدمه 2 كيلو وات، يعني بيبقى في هنا عندي input اهو حراره 2 كيلو وات وعنده ماده عازله السمك بتاعها 50 سم، يعني الماده دي ماده insulation. طب وانا عرفت منين insulation؟ اهو شايف الكي بتاعتها عامله ازاي؟ ضعيف اهو. الكي بتاعتها 1.4 واط لكل متر كلفن. والناحيه الثانيه من السايد الناحيه اليمين عندي 10 مللي ثيك سمك 10 مللي ناحيه اليمين، ولكن الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها 45، بنتكلم في حاجه زي الحديد او ستانلس ستيل او كده يعني. الباك سايد از اكسبوز تو اير، ما هو برضك خد بالك ان الانسوليشن ده مفيش حاجه اسمها عزل بيرفكت، اتفقنا مفيش حاجه اسمها عزل في الدنيا بيرفكت. لكنه من الناحيه الثانيه في عليه هواء وبيتحرك وبالتالي سرعته ليها يعني بقى كونفكشن. التمبريتشر بتاعته كام؟ 5 درجات مئويه. يبقى ده الكونفكشن كوفيشنت كمان بيديهولي اتش جاهز اهو ب 10 واط لكل متر سكوير كلفن. وبعدين اقدر افرق ازاي بالوحدات اهو واط بالمتر سكوير كلفن غير كلمه واط بالمتر كلفن، ده ثيرمال كوندكتيفيتي والواط بالمتر سكوير كلفن ده اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشنت. من الناحيه الثانيه برضك ناحيه الحديد او الفرونت الناحيه الثانيه متعرض لاير بس عند 15 والهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعه بكام؟ ب 250. بس اقول لك خد بالك انكلودنج الراديشن، يعني فاكر لما قلنا حاجه اسمها اتش كومبايند ان انا عندي السطح ده اكيد بيخرج منه كونفكشن بيخرج منه راديشن كيو كونفكشن وكيو راديشن، بس احنا هنجمعهم مع بعض وهيبقوا مع بعض اي اتش دلتا تي. بس انهي دلتا اتش بقى؟ اتش اللي هي كومبايند، اتش كومبايند دي اللي هي يعني داخل ضمنيا الراديشن كده، رقم عالي شويه 250 واط بير متر سكوير كده. ايه المطلوب؟ عايز يعرف الهيتر المنت تمبريتشر، عايز يعرف التمبريتشر هنا بكام؟ الالمنت ده قدر يوصل للتمبريتشر اللي هي تي نود، يعني كل المساله بتاعتي مطلوب مني اعرف التي نود بكام. من غير ما هبص على الفيرست لو انا هغلط. من غير ما ابص على الفيرست لو انا هغلط. تاني فين الجسم اللي انت بتدرسه؟ اهو هو ده. الجسم ده كنود اهو. اهو. وفي عندي نود على التمبريتشر هنا هو اكيد في نود ما بينهم مقاومه ها والناحيه الثانيه في نود اهي واكيد ما بينهم مقاومه كمان الهواء اللي بره الناحيه اليمين ها في نود بمقاومه والناحيه الشمال او ادي نود بمقاومه ادي تي اللي هي انفينيتي او تي 1 اللي هي ب 15 السيرفس ده مش عارف عنه حاجه تاني ادي عندي كل واحده من دول ليها نود كل واحده من دول ليها نود كل نقطه من دول ليها نود كل تمبريتشر تمثل نود اهو ادي نود اللي هي بكام قال لك ب 15 درجه مئويه وادي التمبريتشر دي ما اعرفش عنها حاجه اهي وبعدين اللي هي تي 1 وبعدين عندي مقاومه ما بين الماتيريال اللي هي 45 اللي هي الحديد دي ولا ايه؟ ما بينها وما بين التي نود اللي انت بتدور عليها. وبعدين في عندي مقاومه اهي من ماده العزل. ادي تي 2
من ماده العزل وبين الهواء اللي محيط بره اهو، ادي نود وبينهم مقاومه ال تي انفينيتي اوتسايد اللي هي قيمتها كام؟ بخمسه، دي اللي هي بخمس درجات. طيب بس خد بالك ان عند النود دي داخل كيو اهي، كيو انبوت، وقلنا القانون بيقول لي ايه؟ ان سيجما الكيو او الكيو نت، ها، وعندي الباور او الورك نت، طبعا هنا باور لانه سيجما، لازم يساوي التغير في الانرجي بتاعت السيستم مع التايم. هل انا عندي تغير مع التايم؟ الله اعلم. لكن لو انا بتكلم على ستيدي ستيت، لا، يبقى الترم ده هيبقى بزيرو. يعني ايه ستيدي ستيت؟ يعني مفيش تغير للتمبريتشر مع التايم. التمبريتشر تي 1 وتي نود هو مالكش انها تتغير مع التايم، هي عايزين نعرف بس الرقم بتاعها بكام، بس هي ثابته مع التايم. طيب هل انا عندي شغل؟ لا، ما عنديش انا شغل في الترم ده، بزيرو. يبقى معناها كيو نت بزيرو. يعني ايه كيو نت بزيرو؟ يعني اكيد ان في هنا كيو خارجه في اتجاه محور اكس من ناحيه اليمين، وفي الناحيه الثانيه كمان في كيو، لان الانبوت دي كيو دي داخله وداخله. ليه؟ طب انا عرفت منين؟ لانه واضح جدا اهو ان تمبريتشر نود دي هتبقى هوت، عندي الهيتنج اليمنت درجه حرارته عاليه جدا، وهيبدا يوزع يمين وشمال. توزيع مختلف يمين وشمال، لكن في النهايه هو هيبقى الاعلى في التمبريتشر، وهو اللي هينقل الحراره من ناحيه الايه؟ من الاعلى للاقل. يبقى تي نود هي الاعلى وتي 1 اقل منها، يبقى هيبقى في انتقال حراره اتجاه واحد اللي اسمها كيو 1، وفي الناحيه الثانيه اللي هي ماده العزله ادي كيو 2. اي نعم كيو 2 هتبقى قليله لانها ماده عازله، وبالتالي هتنقل لك حراره اقل، بس ستيل في كيو، مفيش حاجه اسمها كيو بزيرو. لو كانت الماده دي بيرفكت انسوليشن، يعني ماده عازله بيرفكت، كان كيو 2 هتبقى قيمتها بكام؟ بزيرو. من الشكل ده السيستم بتاعي مين؟ هو الهيتنج اليمنت. لو طبقت الفيرست لو على الهيتنج اليمنت، ايه اللي حصل له بقى؟ دخل له كيو ان جاي لك منين؟ ها؟ كيو ان جاي لك منين؟ الهيتر. الهيتر نفسه اللي هو قيمته كام؟ 2 كيلو وات. دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طب ليه بوزيتيف؟ لانها انبوت. طب واللي خارج؟ يبقى هحط اشاره نيجاتيف اهو. مين؟ كيو 1 دوت خارجه. وكمان معاها مين؟ خارج كيو 2 دوت هتساوي زيرو. ادي الفيرست لو. من غير الفيرست لو هتلخبط. او بمفهوميه كده انت ما تيجي تبص كده تشوف حتى ما هي دي الفيرست لو اصلا، يعني ان اكيد اللي داخل بيساوي الخارج، اللي هو ايه؟ ان الكيو هيتر ان لازم يساوي مجموع كيو 1 وكيو 2، او لو وديتهم الناحيه الثانيه ما هو ده نفس المعنى. طيب عرفنا الهيتر انبوت ب 2 كيلو وات، لكن كيو 1 اجيبها منين؟ كيو 1 لما اجي ابص كده ايه المعلومات اللي عندي؟ لو انت فاكر اتفقنا مع بعض انك وانت بتشتغل احنا بنتعامل معاك كان ايه؟ كهربائيه. فايه التمبريتشرز اللي انت عندك؟ انا تي 1 دي التي نود اللي بدور عليها، لكن تي 1 مجهوله وتي 2 مجهوله، وتي اللي هي انفينيتي اوت انسايد واوتسايد عندي اللي هي ب 15 وب 5. يبقى انا همشي في السكه دي خلاص، يبقى انا هجيب دلتا تي على طول اهو. يبقى كيو 1 دي عباره عن مين؟ عباره عن ها الاكبر مين؟ تي نود ماينس تي اللي هي ب 15 درجه مئويه، بدينا نعرفها، على مجموع المقاومات اللي بينهم. في كام عندي مقاومه؟ عندي مقاومتين اثنين. اول مقاومه مقاومه مين؟ اهي مقاومه الكوندكشن اللي هي عباره عن ايه؟ ال على ايه؟ في كي. انهي ال؟ اهو السمك اللي هو 10 سم او 10 مللي. بس خد بالك 10 مللي يعني ايه؟ 0.01. طيب والاريا هو هنا قال لك باليونت اريا، خلاص كده يبقى نتعامل مع بير يونت اريا، يبقى بواحد، يبقى نعوض عن الاريا دي بواحد متر سكوير. طب والكي؟ الكي دي اللي هو قال لك عليها ب 45 واط لكل متر كلفن. طيب هل دي كل المقاومات؟ لا، انا عندي مقاومه كمان ثانيه، مقاومه كونفكشن. يبقى انا عندي هنا اول مقاومه مقاومه كوندكشن، وكده عندي مقاومه كونفكشن. اللي هي ايه بقى مقاومه الكونفكشن؟ واحد على اريا اتش اوتسايد، واتش اوتسايد هو ايه اللي من الناحيه الثانيه داخل فيها كومبايند راديشن اللي هي 250. بكده احنا عوضنا عن كيو 1. نيجي عن كيو 2، ها نفس الكلام. الكيو هي ماشيه من نقطه من نود تي نود لغايه انفينيتي اوتسايد لو بخمسه، ماشيه في اتجاه الشمال اهي، عباره عن مقاومتين اثنين. دلتا تي اللي انا عارفها اهي تي نود ماينس تي اللي هي بخمس درجات مئويه، انا كده عارفها، على مجموع المقاومات اللي بينهم. ايه مجموع المقاومات اللي بينهم؟ اول حاجه مقاومه الماده العازله اللي هي بتساوي كام؟ سمك الماده العازله على ال سوري على كي بتاعت الماده العازله والاريا، قلنا الاريا بواحد والكي الماده العازله اللي هو 0.1.4،
وال L ديت قيمتها بكام؟ اه خد بالك المره دي ب 50 0.05. طيب نيجي بقى لمين؟ للكونفكشن. واحد على اريا اتش اوتسايد، اتش اوتسايد هو هنا قال لك بكام؟ قال لك قيمتها ال H ب 10. المعادله دي ايه المجهول الوحيد فيها؟ هتلاقي انها معادله ما فيش فيها غير مجهول واحد، ايه هو؟ اللي هو التي نود. اهو مش هتلاقي فيه غير ان التي نود هو ده الرقم الوحيد المجهول. من هنا تعرف تحل المساله وتجيب لك التي نود. واضح يا شباب؟ اهو ادي شكل السيركت. لو مشينا معاها هيطلع التمبريتشر بتاعت نقطه النود ليها قيمه اهي، قيمتها كام؟ 219 درجه مئويه. طب لو انا بقى عايز احسب كمان التمبريتشر تي 1، ما هي كانت مجهوله، وتمبريتشر 2 مجهوله، ها هنعمل ايه؟ ما خلاص بقى انا عندي الكيو 1 اقدر احسبها ازاي؟ اهي بقى تي نود ماينس تي 1 على مجموع المقاومات اللي احنا قلنا عليها ال بتاعت الماده الحديد اللي هي 0.01 على الكي قلنا اللي هي ب 45 والاريا قلنا بواحد، زائد الهيت ترانسفير كوفيشنت اللي هي اللي هو بره واحد على 250 في اريا اللي هو بواحد. المجهول الوحيد هنا ده قلنا 200 معرفش حاجه و40 تقريبا. طيب لو رجعنا تاني نشوفها اهي 219 سوري. المجهول الوحيد هنا مين؟ تي 1. طيب وايه كمان تاني؟ انا اقدر اعمل نفس الكلام واجيب تي 2، او لو عوضت عن دي الاول سوري الاول اعوض عن دي ب 15 ما بين تي نود وبين دي كذا، هي هي لو انا قلت بقى تي نود ماينس تي 1 على السمك اللي بينهم اللي هي 0.01 على 45 في 1. هنا دي معروفه ده ب 15 على مجموع المقاومتين الاثنين، فرق التمبريتشر ما بين تي نود وتي اللي هي ب 15 على مجموع المقاومتين بينهم مقاومه كوندكشن ومقاومه كونفكشن. هي هي الكيو اللي كانت ماشيه بس في الماده الكوندكشن اللي هي بين تي نود وبين تي 1 على ال ال والكي. المجهول الوحيد عندي هنا مين؟ هو تي 1. بنفس الكيفيه بنفس الكيفيه انا عندي اهو ادي الحراره مشيت في الاتجاه الثاني اللي هو كيو 2، هي عباره عن ايه؟ حاجتين اثنين، اما انك تجيبها الكيو اللي مشيت هنا اهوت اهي تي 2 هتروحها من تي نود وتي نود عندك على المقاومه اللي بينهم اللي هي ال على اي في كي. هي هي من الناحيه الثانيه هي نفس الكيو اللي مشيت ما بين التو نود دول اهي ما بين تي نود ماينس 5 درجات على مجموع المقاومات اللي بينهم ال على اي في كي زائد 1 على اريا اتش اوتسايد. دي اللي احنا قلنا عليها ب 10، قلنا ده ب 1 ده ب 1 كي دي ب 1.4 عشان ماده عازله. الكي الاريا دي ال ال هنا ب 0.01 سوري 0.05 عشان دي ماده عازله سمكها 50 مللي او 5 سنتي. ايه المجهول في المعادله ديت؟ اهو تي 2. لو انت مشيت بقى وحليت المساله كده بالمنظر ده هتطلع درجات الحراره زي ما انت شايف تي 2 ب 163 شايف درجه الحراره دي بكام؟ اهو وتي 1 ب 208. ايه الفرق ما بين 219 و 208؟ فرق بسيط. ليه؟ عشان الكي عالي يبقى السلوب هنا بسيط، الميل هنا بسيط. لكن بص عشان الماده عازله اللي هي كي اللي هي 1.4 الماده العازله اللي هي هنا فخلت الدلتا تي ما بين تي نود وتي 2 عالي جدا، شايف تي 2 قليله ازاي بالنسبه لتي نود. كل ما الكي دي هتزيد كل ما تي 2 دي هتقل هتقل هتقل. طيب كده دي مراجعه على الثيرمال ريزيستنس كونسبت. الحقيقه ان انا ممكن يكون عندي اكتر من لاير، يعني ماتيريال ورا ماتيريال ورا ماتيريال ده يكونوا الجدار بتاعي. فاحنا متخيلين ان لما هلزق ماتيريال ورا الثانيه خلاص كده الموضوع بيرفكت وخلاص، لكن الحقيقه ان هو مش كده. ده انا في عندي كونتاكت، السيرفس اللي بين الاثنين هيحصل بينهم كونتاكت. شكله عامل ازاي؟ انا لو كنت بتكلم على حاله ايديال لو السيرفس ده يعني ما فيش فيه اي خشونه ما فيش فيه اي رفنس او الانترفيس يعني هيبقى شكله عامل ازاي بالمنظر ده؟ اهو هيبقى فيه اختلاف طبعا في الدلتا تي. ليه؟ اهو عشان عندي اختلاف في الكي. هنا ليها سلوب وهنا ليها سلوب سلوب تاني نتيجه فرق الثيرمال كوندكتيفيتي. لكن انا كنت متخيل ايه؟ ان انا همشي من نقطه واحد لنقطه اثنين لنقطه ثلاثه ورا بعض بالمنظر ده. ده لا امتى؟ لو كان السيرفس عندي
بالمنظر ده بيرفكت. فكل نقطة من السيرفس اللي في ايدي الشمال هي بتواجه الناحية اليمين. فالفلو ماشي نورمال. لكن بص على الحقيقة بقى، شكل السيرفس ده عبارة عن ايه؟ لا، حاليا انا عندي هنا تمبريتشر دروب في اول لاير، ما بين الانترفيس في كمان عندي بريشر دروب، في تمبريتشر دروب. التمبريتشر دروب اللي هو تي 1 وتي 2 جاي منين؟ اه، نتيجة ان في عندي، لو جيت بصيت على شكل السيرفس وكبرت كده عملت زوم، هلاقي لا ده في فراغات اهي. شايف الجاب ده؟ ده جاب ما بين الايه؟ ماشي، ده مش كل المعدن متصق بالتاني، لا ده في فراغات. في معدن اهو ميتال تو ميتال كونتاكت، بتعدي منه الحراره باي كوندكشن اهو، ميتال تو ميتال كونتاكت، وعندي فراغات. فالهواء الاول الغاز ده الهيت هيروح للغاز ما بينهم، وما بين بعد كده من هنا يروح تاني للجدار. انا كده عندي اعاقه، انا كده بعيق انتقال الحراره، بصعب انتقال الحراره. يبقى كل ما كان في رفنس عالي، في خشونه عاليه، في جابس كتير، كده انا بعيق انتقال الحراره. اذا بقى كمان عندي حاجه اسمها هنا ايه بقى؟ ثيرمال كونتاكت ريزيستنس. ظهرت لي بقى ريزيستنس جديده اسمها الثيرمال كونتاكت ريزيستنس. طبعا لو انا بتكلم على ماده عازله ما يهمكش، لان انت هدفك اصلا تبقى بتتكلم على عزل، فانت عايز تقلل انتقال الحراره. لكن لو بتكلم على توصيل، يعني ايه توصيل؟ يعني لو بتكلم على بروسيسور، البروسيسور ده هركبه على بورده، انت عايز السطح اللي انت هتركبه عليه يكون اخباره ايه؟ اه، توصيليه عاليه جدا عشان الحراره تتنقل، والا البورده دي او البروسيسور ده هيتحرق. فانت مهم عندك ان ميبقاش عندك جابس، او تحل مشكله الجابس دي. تعال نشوف هي الشكل هيبقى عامل ازاي. او ادي دلتا تي في الماتيريال الاولانيه، انت عندك حالتين اتنين بتحصلوا، انتقال حراره باي كوندكشن ميتال تو ميتال، وخلال الجاب في عندي كيو تانية. ايه ده؟ ده الاتنين دول بارلل، يعني الحراره هتتوزع، جزء هيروح عن طريق الكونتاكت وجزء هيروح عن طريق الجاب. وهينتج عن القصه دي ان في مقاومه، كما لو كانت في هنا ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي، كما لو كان في مقاومه، بنسميها احنا ايه بقى؟ مقاومه الكونتاكت ريزيستنس. ده غير المقاومه اصلا عندي هنا كوندكشن، وانا كمان عندي هنا مقاومه ايه؟ كوندكشن في اتنين. اهو ادي مقاومه واحد، ادي مقاومه اتنين، مقاومات كوندكشن اهي، ال1 على ايه؟ على كي1 في اريا، وال2 على كي2 في اريا. لكن في كمان عندي مقاومه الكونتاكت اللي هي ار كونتاكت على اريا. على فكره انت ممكن تجيبها بالمقلوب وبتسميها واحد على اتش كونتاكت، لو قلبتها تديني واحد على اتش كونتاكت. كل ما كانت الماده اللي هنا دي الغاز ده يقدر يوصل، فيبقى سموها توصيل بقى. طيب كده عندي كام كيو؟ عندي كيو كونتاكت وكيو جاب. طيب لو انا ببص كده ايه الاسباب؟ اول سبب السيرفس رفنس، كل ما كانت الماده السطح بتاعها خشن كل ما هتعمل جابس اكتر وتعيق الايه؟ انتقال الحراره. الماتيريال، والله لما تكون ماتيريال اصلا موصله للحراره، يعني النقط ده اهي عباره عن نحاس، طب ما انتقال الحراره هيبقى فيه سريع، بعكس لما يكون هو اصلا الماده الكي بتاعتها قليله، خشب مثلا. طيب البريشر انترفيس، كل ما هتضغط اكتر انت هتدخل الماتيريال دي وتقلل الجابس، كل ما تضغطهم، لو ضغطت تو ماتيريالز دول في بعض، لزقتهم في بعض جامد، ضغطتهم في بعض جامد، هيكون هتقلل الجاب ديت. او انك تملى الجابز دي بفلويد، تملاها بماده تقدر الماده دي ايه؟ ها؟ تنقلك حراره. عشان كده لما بنيجي نركب بروسيسور، ايه اللي انت بتعمله؟ تلاقي الراجل بيبعت بيديك كده البروسيسور ومعاه كده معجون. الاول انت بتدهن المعجون ده فين؟ على السطح بتاع البروسيسور قبل ما بتركبه. طب ليه الكلام ده؟ المعجون ده موصل حراريا، مش موصل كهربائيا، موصل حراريا، ومن نوع جيد جدا للتوصيل. طب هو بيحطوه ليه يدهنوه على السطح؟ اه، انت شايف البروسيسور جميل جدا وبيلمع وانه ناعم، لكن الحقيقه ان هو لا، في خشونه، في رفنس، مهما عملت في رفنس. طب والدهان ده بتعمل بيه ايه؟ اه، عشان لما اجي احطه على البورده، اه يبقى هو ده اللي هيملى الجابس، يبقى هيعبي لي الجابس دي. يبقى الحل ان انا كنت املى هذه الجابس. تعال نشوف الجدول ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا هنختبر تاثير الحاجات دي كلها، اللي هو الرفنس والبريشر، هنركب المعدنين الاثنين ونربطهم بمسمارين نزنقهم قوي، كل ما هتزود الربط على المسامير يعني بتضغطهم اكتر، يعني بتقلل الجابس دي او بتدخل المعدنين دول في بعض، وبالتالي بتحسن انتقال الحراره او بتقلل الكونتاكت ريزيستنس. طيب فبيقول لك اول حاجه ايه؟ تعال نشوف اختبار
ان انا هختبر نفس الماتيريال. يعني ايه نفس الماتيريال؟ يعني هجيب معدنين اتنين اهو، ادي المعدن الاولاني والمعدن التاني، الاتنين ستانلس ستيل اهو، ستانلس ستيل اهو، ستانلس ستيل اهو، ده معدن واحد ومعدن اتنين. بس ايه اللي هعمله؟ مرة هجيب المعدنين دول واخلي السطح اللي ما بينهم ها مرة خشن ومرة ايه ناعم، ده الفرق. او اخلي نفس الايه الريفرنس بتاعتهم واحدة، واشوف لو انا ضغطتهم بنفس الضغط ايه اللي يختلف. طب لو اخترت هنا معدنين اتنين، هنا الومنيوم والومنيوم، وخليت نفس الرفنس واحد اهو، يبقى ستانل ستيل وستانل ستيل، والناحيه الثانيه الومنيوم والومنيوم، مين اللي بيتوصل بتاع حراره اكتر؟ الالومنيوم اهو، ادي الرفنس قد بعض، الخشونه قد بعض اهو بالمايكرومتر 2.54، البريشر انا زنقتهم مع بعض بمسامير، جبت مسمار كده ورحت زانقهم اهو، ربطتهم مع بعض بنفس قيمه البريشر 2.5 ميجا باسكال. لكن هلاقي ان التوصيليه دي عكس المقاومه، هلاقي ان الاتش بتاعت الحديد ضعيف، اللي هو توصيليه الحديد ضعيف، لكن توصيليه الالمنيوم اعلى. خد بالك ان الاتش دي اهي مقلوب، اهي الاتش دي مقلوب الكونتاكت ريزيستنس، يعني كل ما الاتش بتعلى معناه ان الكونتاكت ريزيستنس بتقل. دي هي عاليه 11000، معناها ان انا كونتاكت ريزيستنس قليله، والعكس 3800 معناها ان انا عندي كونتاكت ريزيستنس عالي. طيب تعال نشوف تاثير اخترت ماتيريالز مختلفه. يعني ايه؟ يعني جبت معدن اهو الومنيوم وستانلس ستيل، لكن مره ربطتهم المسامير كده وبولت بضغط، والمره الثانيه ضغطتهم اكتر اهو، ادي الستانلس ستيل اهو نفس الرفنس وكل حاجه، لكن مره خليتها هنا الضغط 10 ميجا باسكال، المره دي خليتها 20. شايف كل ما اضغط ايه اللي بيحصل في التوصيليه؟ التوصيليه مالها؟ بتتحسن. يبقى كل ما هضغط اكتر كل ما هساعد على الجابز دي انها تقل، وبالتالي هحسن التوصيليه. نيجي لنقطه كمان ثانيه، اللي هي لو انا اخترت معادن مختلفه والرفنس بتاعها مختلف، يبقى ايه الوضع؟ اهو ادي ستانلس ستيل وهنا الومنيوم، ستانلس ستيل والومنيوم، والرفنس هنا كان ايه؟ كبير. بص الجابز عامله ازاي؟ طيب لو انا استخدمت ستانلس ستيل والومنيوم لكن الرفنس هنا كان احسن، كان اقل، الخشونه اقل اهو، شايف الرفنس هنا العاليه عامله ازاي؟ خلت الجابز عامله ازاي؟ اهو شايف الرفنس هنا عامله ازاي؟ اهو شايف هنا 50000 هنا 5000 تقريبا او 4.8000 4800. معناها ايه؟ كل ما انت هتعمل رفنس اكتر كل ما كان السطح خشن قوي، معناها ان الجابز كتيره، الفراغات كتيره، وبالتالي دي هتعيق انتقال الحراره، يعني هتعمل لك ثيرمال ريزيستنس اكتر. يبقى انا مصلحتي لو انا بنقل الحراره ان اخلي السطح ده ايه؟ فينشنج بتاعه كويس، او اخليه سطح الخشونه بتاعته اقل ما يمكن. نيجي لاخر حاجه، ازاي نحل هذه المشكله؟ من ضمنها ايه؟ اهو انك تستخدم حاجه اسمها ثيرمال جراس، اللي هو حاجه زي سيليكون اويل، ده اللي انت بتجيبه مع البروسيسور وبتدهنه على البروسيسور عشان تحسن انتقال الحراره، انك انت بتمنع الفويدز دي او تملاها بماتيريال. او ممكن تبقى لو انت عندك غازات زي الهيليوم والهيدروجين، شفنا الهيليوم والهيدروجين الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتهم اعلى من الاير، فانت تستخدمهم بالمنظر ده. او ساعات نحط ماتيريال يعني عباره عن فويل ماتيريال كده تتحط ما بين التو ماتيريالز، زي التن والسيلفر والكبر، انهم طيعه، مواد طيعه، يعني سهل تشكلها زي النيكل، فلما تحطها اولا هي مواد موصله فهي اللي تملى الفراغات بالشريحه دي او الفويل ده من الماتيريال دي، لما احطها بين السطحين هي اللي هتملى الفراغات دي وتبقى التالي موصله للحراره. تمام كده؟ كده عرفنا كمان كونسبت جديد اللي هو الثيرمال كونتاكت ريزيستنس. تعال نحل مساله على القصه دي. بيقول لك عندك فيرنس وول مكون من 3 لايرز، فيرست لاير عباره عن ماده انسوليشن اللي هي طوب سمكه 12 سم، وبعد كده الكي بتاعتها 0.6، وبعد كده متعرضه لغازات
من جوه الفرن درجه حرارته عاليه 870 درجه مئويه، والهيت ترانسفير كوفيشنت كومباين طبعا مع الراديشن حوالي 10 سوري 110 واط لكل متر سكوير كلفن. اللاير دي بقى هتحطها وراها لاير ثانيه 10 سنتي لاير من حاجه اسمها الفايبر بريك، والكوندكتيفيتي بتاعته 0.8، وفي كونتاكت ريزيستنس ما بين الاثنين قيمتها 2.6 في 10 4 متر سكوير وات سيليزيوس وات. والثيرد لاير از ابليت، البريك ده قيمته كام؟ 10 ملي متر ثيكنس، يعني كده بتحط لايرز، يبقى كده عندي كومبوزيت وول مكونه. ولكن خد بالك ما بين لاير ولاير هنا في عندي رفنس، في عندي هنا رفنس، وبالتالي في عندي هنا ايه؟ ثيرمال ريزيستنس. ما تنساش بقى وانت بتحل المساله انك هتزود مقاومه في الانترفيس، المقاومه دي اسمها ايه؟ اللي هي كونتاكت ريزيستنس. ومديني الكوندكتيفيتي بتاعت اخر لاير اللي هو الطوب ده قيمته 49 واط لكل متر كلفن، والكونتاكت ريزيستنس بتوين السكند والثيرد مديها لي قيمتها 1.5 في 10 اس ناس 4 متر سكوير سيليزيوس على واط. البليد ده متعرض للجو الخارجي بقى، الهواء بره الفرن درجه حراره الجو اللي هي 30، والكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت ب 15 واط لكل متر سكوير كلفن. المطلوب بقى عايز يعرف الهيت فلو، شايف دايما المساله اهي، عايز الحراره اللي خارجه من الجدار ده كام؟ الكيو اللي خارجه هنا قيمتها كيو دوت بكام؟ وعايز يعرف التمبريتشر والاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. فاكرين احنا قلنا ايه؟ ممكن نحل المساله دي كده على بعض كده، حاجه اسمها الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. نحلها بقى دي ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف اهو. اول حاجه لازم ترسم السيركت بتاعتك. انا عندي هنا اهوت التمبريتشر دي اللي هي درجه حراره الغازات دي تمثل نود. الجدار ده هنا اهو يمثل عندي نود، ما بين نود ونود في مقاومه اسمها ايه؟ مقاومه كونفكشن اللي هي واحد على اريا اتش انسايد. طب وبعدين الماده دي كوندكشن او الماتيريال اللي هي كي 1 دي كوندكشن، يبقى كمان هيبقى في عندي هنا نود اهي. بس اخد بالي ان النود دي عباره عن تو نودز ما بينهم مقاومه اسمها مقاومه الكونتاكت ار كونتاكت 1. ما بين التمبريتشر دي والتمبريتشر دي او النود دي والنود دي في مقاومه الكوندكشن اللي هي ال 1 على اريا كي 1. طب والماده اللي هي كي 2 نفس الكلام، هي في عندي مقاومه اسمها مقاومه كوندكشن اللي هي ال 2 على كي 2 في اريا. بس ما انساش ان انا في عندي هنا مقاومه كوندكشن كونتاكت ريزيستنس اهي، دي اللي هي ار كونتاكت 2. وبعدين هيتنقل عندي النود الاخيره، في عندي هنا مقاومه كوندكشن اللي هي ال 3 على كي 3 في اريا. واخر حاجه عندي مقاومه الكونفكشن ما بين النقطه دي والتمبريتشر اللي هي 30، فهنا عندي 870 ومن بره خلاص 30. دي مقاومه الكونفكشن اللي هي 1 على اريا اوت اتش اوت. ادي شكل السيركت بتاعتي. هل في حاجه انبوتس ثانيه؟ لا، ما فيش غير هو نفس الكيو اللي ماشيه من الفرن كيو دوت، هو ده اللي انا عايز اعرفها، كيو لوس اللي ماشيه في السيركت دي عامله ازاي؟ ايه الحل؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الكيو دوت دي اهي ما هي الا فرق التمبريتشر على مجموع المقاومات. التمبريتشر اللي انت عندك هي مين؟ 700 سوري 870 وال 30، دول معروفين. على مجموع المقاومات اللي بينهم، ايه هي المقاومات اللي بينهم؟ اول حاجه ار كونفكشن انسايد، وكده عندك ار كوندكشن اللي هي بتاعت واحد، وما تنساش عندك ار الكونتاكت واحد، وكده عندك ار كوندكشن اثنين كاتبينها اهي، وار كونتاكت اثنين، وبعد كده عندك ار كوندكشن ثلاثه، كل دول سيجما اتجمع بقى ها، وبعد كده اخر حاجه ار كونفكشن اللي بره اوتسايد. لو عوضت كل واحده من دول الترمات بتاعتها بكام وجمعتهم على بعض كده جبت الار توتال. ما تنساش كده جبت الكلام ده بالايه؟ بالوات. طب ما هو نفس الكلام اللي احنا اتفقنا عليه، هو عباره عن دلتا تي ها على ار توتال، يبقى كده انت عندك ار توتال معروفه. يبقى الكيو دوت دي بالوات هي عباره عن دلتا تي على ار توتال. ما احنا قلنا الكلام ده ممكن تمثله بحاجه اسمها اي يو دلتا تي، وبقى الدلتا تي تروح مع الدلتا تي، وتقدر تاخد اليو دي اللي هي عباره عن واحد على ار توتال اللي هم مجموع السيجما اللي انت شايفها دي كلها مضروبه في مين؟ ها في الاريا، والاريا هنا اعتبرها بواحد متر، يبقى واحد على ار توتال في اريا اللي هي بواحد، كده جبت حاجه اسمها اليو اللي هو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت اللي هي وات لكل متر سكوير متر
كلفن زي وحدة الايه؟ هيت ترانسفير كوفيشنت. تمام كده؟ اي شكل السيركل بتاعتي؟ شكل توزيع درجات الحراره اهو، عندي الاول كونفكشن، درجه الحراره قلت لغايه تي 1، عندي كده انتقال حراره في التمبريتشر لينير، وبعد كده حصل دروب في التمبريتشر اهو دلتا تي اهي شايف؟ وبعد كده عندي دروب تاني جوه الماتيريال، دروب على الانترفيس، وبعد كده عندي انتقال الحراره اهو في لينير عشان ده كوندكشن، وكده عندي في الاخر في عندي كونفكشن لغايه لو وصلت 30 درجه مئويه. ادي قيمه اليو اللي هي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشن، ده رقم منطقي اللي هو فرنج 2.5، واصل ان انت عامل ماده عازله. طيب ما تنساش الفيرست لوك اللي انا قلنا عليه ايه؟ بيقول لك انه كيو نت وورك نت بيساوي دلتا الانرجي بتاعت السيستم، ولان السيستم ده ممكن يبقى كلوز سيستم فتعوض على الدلتا بتاعته بالانثالبي، لو كان كلوز سيستم يبقى دلتا يو، يبقى لو اوبن سيستم دلتا اتش، لو كلوز سيستم دلتا يو. بس انا عايز تفاصيل اكتر، عايز تفاصيل اكتر للكيو دي. الكيو دي الحقيقه انها ممكن تبقى ان، ممكن تبقى اوت، ممكن تبقى جنريتد يعني جوه الجسم نفسه في تفاعل كيميائي بينتج عنه حراره، او كهرباء معديه في سلك بينتج عنه احتكاك وبالتالي حراره الالكترونات وهي ماشيه، او ممكن يكون عندي مفاعل نووي الرد بتاعه ده هو تفاعل نووي ينتج عنه حراره. نفس الكلام الورك، ورك اوت او ان. بس خد بالك احنا هنا مش بنتكلم ثيرمودينامكس، احنا بنتكلم هيت ترانسفير، فاحنا عايزين دايما نتعامل مع الريت، فاقسم المعادله دي كلها على التايم، يعني كانك بقول كيو دوت نت ورك دوت نت بتساوي الدلتا الانرجي، بس خد بالك هقسم على مين؟ على التايم. وقلنا الانرجي دي اما انها هتعوض عنها بانثالبي لو انا عندي اوبن سيستم، هعوض عنها بدلتا يو لو انا الانترنال انرجي لو انا بتكلم على كلوز سيستم. ده مجرد بس مراجعه على اللي احنا خدناه المره اللي فاتت او السنه اللي فاتت. حاجه ثانيه ما تنساش قاعه الاشارات، اي كيو داخله فهي بوزيتيف، اي كيو خارجه فهي نيجاتيف، او ثاني اي ورك داخل هو ده اللي نيجاتيف، واي ورك خارج هو اللي بوزيتيف. لكن احنا غالبا في مسائل الهيت ترانسفير مش هيبقى عندنا غالبا في ورك، نتكلم دايما على مساله النهارده خصوصا احنا بنتكلم على سوليد ماتيريال. تاني الفرق ما بين الهيت ترانسفير والثيرمودينامكس، الثيرمودينامكس بيدور على الاماونت اوف انرجي كهيت، انا بدور هيت ترانسفير على الريت المعدل، عشان كده لو ضربت الريت ده في التايم او كملته بالنسبه للتايم هجيب الاماونت، او لو قسمت الاماونت على اوف انرجي او الهيت كاماونت قسمتها على التايم كده جبت الايه الهيت ريت. لذلك برضك في فكره الفلكس، ان لو قسمت على الاريا كده بجيب حاجه اسمها الفلكس وات لكل متر ايه سكوير. ليه بقى كل الكلام ده؟ عشان انا عايز ادخل في حاجه اسمها المعادله بتاعت الهيت ديفيوجن ايكويشن. بس انا عشان اخش المعادله دي محتاج ارجع للرياضه شويه. الرياضه بتقول لك ايه؟ لو انا عندي فانكشن اسمها فانكشن اف اكس، فانكشن اف اكس، وحصل على الفانكشن دي تغير قيمته كام؟ دلتا اكس اهو، ادي الفانكشن اف لما حصل لها تغير، هل تقدر تجيب لي قيمتها تبقى بكام؟ افكها بقيمتها بكام يعني عن الاف اكس؟ فروح تيلور عامل لنا حاجه اسمها تيلور سيريز اكسبانشن. قال هي عباره عن ايه؟ هي بالظبط نفس قيمه الفانكشن، بس هنجمع عليها قيمه التغير اللي انت بتتكلم عليه ده لما نفضل المعادله بالنسبه للاكس. وكمان نرجع تاني ناخد نص الرقم ده، بس نخلي بالك ان التغير ده هيبقى سكوير، وناخد السكند ديريفاتيف وتقسم على 3، ها، ويبقى الدلتا ده التغير ده 3 اس 3 اندكس 3، ونفس الكلام اهو الديريفاتيف الثالث والرابع والخامس، هتلاحظ ايه للاخر؟ ان كل الترمات اللي في الاخر دي تكاد تكون ولا حاجه نيجلكتد. يعني يبقى لي ايه في الاخر؟ تقريبا هو بيساوي كام؟ اهو بيساوي الحته دي. يبقى انا كده تقريبا وصلت ان تغير بتاع الفانكشن اف اوف اكس بلس دلتا اكس ما هو الا هي نفس الفانكشن زائد بس اول ديريفاتيف اللي هو الفانكشن بالنسبه لاكس مضروبه في التغير نفسه اللي هو الدلتا اللي انت عملته بالنسبه لاكس. تعالى ندي مثال على الكلام ده. هل في مشكله عملنا مثال على الكلام ده؟ اهو انا عندي حاجه اسمها كيو اكس فلكس يا سيدي اللي هو اف اف اتجاه محور اكس. لو تغير مسافه دلتا اكس يبقى قيمته كام؟ بنفس القاعده بقى اللي احنا اتعلمناها دلوقتي اهي، ادي الكيو اكس اهي اللي هي الفانكشن الاصليه زائد الفيرست ديريفاتيف اللي هو بارشال كيو بالنسبه لمحور اكس بارشال اكس مضروب في التغير اللي اسمه دلتا اكس، واي ترمات ثانيه انا ههملها نيجلكتد.
بنفس الكيفية اهو، لو انا كنت ماشي في اتجاه محور واي يبقى كيو واي لو حصل تغير اسمه دلتا واي، فهو ادي الفانكشن الاصليه اللي هي كيو واي اللي هو انتقال الحراره او اللي هي فلكس في اتجاه محور واي، بس هضيف عليه التغير بتاع الحركه اللي مشيتها دلتا واي اللي هو بارشل كيو واي بارشل واي. يبقى تغير انتقال الحراره كيو واي في اتجاه واي يعني بالنسبه لمحور واي. طب وبعد كده بقيه الترمات لا اهملها بقى، التغير الثاني والثالث. طب ونفس الكلام زي ده اهو، لو انا عايز اعرف تغير الحراره الفلكس اللي هو عند زد لما يمشي مسافه دلتا زد، هي نفس الفانكشن في الاول خالص كيو زد اهو زائد التغير بارشل كيو زد بالنسبه لمحور زد مضروبه في التغير نفسه اللي هو دلتا زد واي ترمات ثانيه بهملها. ادي فكره قاعده ايه؟ تايلور. تعال بقى نجمع الكلام ده في الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. ايه هو الشكل اللي احنا عايزين نوصل له؟ عايزين نتعلم مع بعض ازاي الهيت ديفيوجن ايكويشن او جت منين الهيت ديفيوجن ايكويشن. الحقيقه ان احنا هدفنا ايه اصلا؟ انا عايز اعرف عندي معادله جنرال اي شكل في الدنيا اروح مطبق عليه المعادله دي اوصل بيه للاتي. ايه هو؟ انا عايز اوصل ها للتمبريتشر بروفايل. عايز اعرف فانكشن تقول لي توزيع درجات الحراره وانا ماشي مع محور اكس مع واي مع زد مع التايم. يبقى اللي هو بيسموه ايه فاكر؟ احنا قلنا الميل بتاعه اللي هو الجريدينت اللي هو دي تي باي دي ار، ده الجريدينت بكام؟ الميل كام؟ لان الميل ده اللي هو هيقول لي هي الحراره ماشيه يمين ولا شمال؟ فوق ولا لتحت؟ فاني انهي اتجاه؟ جاي من الاعلى للاقل؟ فاني اتجاه؟ الحاجه الثانيه عايز اعرف نفسه بقى بعد ما اعرف القصه دي الكيو دوت بكام؟ انا عايز اعرف الكيو دوت بكام؟ ده اللي انا بدور عليه. انا عايز اعرف التمبريتشر بروفايل عشان اجيب منه السلوب واقدر احسب الهيت فلو. طب تعالى نطبق الكلام ده على فوريا بتاع الكوندكشن على ماده او على حاله كيس عامه. كيس عامه يعني ايه؟ يعني الحقيقه ان انتقال الحراره ممكن يتم في 3 دايمنشن. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون الماده نفسها بتولد حراره فيها هيت جنريشن زي مفاعل نووي، ممكن ماده فيها تفاعل زي الكومبشن، ماده زي ممكن يكون بيحصل فيها سلك معدي فيه كهرباء فبينتج عنه حراره. طيب الحاجه الثانيه ان انتقال الحراره بيتم في 3 دايمنشن. ما فيش حاجه اسمها انتقال حراره في 1 دايمنشن، غالبا بيتم في 3 دايمنشن. الحاجه الثانيه ان هو انستيدي. يعني ايه كلمه ستيدي وانستيدي؟ يعني فيش تغير مع التايم ولا في تغير مع التايم. ازاي الكلام ده؟ اهو ادي عندي جدار اهو، لما جيت بصيت على الساعه 2 الظهر لقيت ان التمبريتشر هنا بكام في الجدار ده؟ ب 15. طب والناحيه الثانيه ب 7. بعد شويه كام 3 ساعات اهو بقينا الساعه 5 اهو. بص درجه الحراره كام؟ 15. وهنا بكام؟ 7. هل اتغيرت مع التايم؟ لا، هي نفس الكيو اللي معديه، هي اللي هتعدي في اي وقت، وبالتالي ما لهاش علاقه بالتايم. مهما اتغير الزمن هي نفس الكميات الحراره اللي معديه هي لان نفس التمبريتشر ما اتغيرتش مع التايم، وده بيسموه ستيدي ستيت. طب يعني ايه انستيدي؟ اهو لما جينا الساعه 2 كانت دي الجدار اللي بره كان ب 15 واللي جوه ب 7 فعدى لي كيو 1. لما جيت بقى الساعه 5 لا ده التمبريتشر اللي بره بقت ب 12 جو اتغير، والتمبريتشر اللي جوه كمان اتغيرت بقت ب 5، وبالتالي استحاله يكون كيو 1 بيساوي ده. كيو كمان بتتغير مع التايم لان التمبريتشر مالها تتغير مع التايم. ده اللي بيسموه انستيدي، وده اصعب. كل ما نخش في مرحله اعلى ندخل معانا ترم اكتر، وبالتالي الحل بتاعه يبقى اصعب. ايه اللي احنا عايزين نوصل له تاني اهو؟ انا عايز معادله من الاخر اهي. التي از ا فانكشن في مين؟ في اكس واي وزد وتي. هي دي المعادله اللي انا عايز اوصل لها. طبعا هي معادله كومبليكيتد بس هو ده اللي انا عايز اوصله. جميل. حاجه ثانيه عايز اشوف بقى الكلام ده لو انا كان عندي حيطه بلان وول يبقى شكلها ازاي؟ كيوب كام؟ لو كانت سلندريكال، لو كانت سفيريكال بكام؟ ده اللي احنا كنا قلت لك عليه في اول المحاضره. ده اللي احنا عايز الهدف الاخر اللي احنا هنوصل له كالمعادلات او فورمولا شيت نقدر نستخدمها بعد كده تبقى عامله ازاي. طيب تعالى نبص كده على الشكل بتاعي. تعال نتخيل انا عندي جسم صلب اهو، ادي الجسم الصلب اهو، هاخد منه مكعب. المكعب ده ابعاده ايه؟ اهو دلتا اكس في دلتا واي في دلتا زد. طيب ما انا خد بالك ان انا عندي المكعب ده اصلا ممكن يكون زي ما اتفقنا ايه؟ بيولد حراره. يعني ايه بيولد حراره؟ يعني هو بيحصل تفاعل جواه بينتج عنه حراره. طب ونقيم الحراره دي ازاي؟ فهو قال لك في عندنا طريقه بتقول ايه؟ والله انه الكيو دوت جنريتد دي بتنتج لو انا كان عندي 1 متر مكعب. السؤال هل المكعب ده يمثل 1 متر مكعب؟ لا، امال هو حجمه كام؟
ده حجمه دلتا اكس مضروب في دلتا واي مضروب في دلتا زد. طب وبيطلع حراره قد كام؟ معرفش. طب واعرف ازاي؟ اهو لو جيت عملت ضرب طرفين في وسطين هعرف، اهو لو ضربت ده في ده وقسمت على واحد هعرف اجيب قيمه الكيو جنريتد. اهي ادي الانرجي دوت جنريتد او الهيت ريت جنريتد تمثل بقى مين؟ كيو دوت اللي بتطلع من المتر المكعب مضروبه في دلتا اكس في دلتا واي في دلتا زد. ادي اول ترم وصلنا له. طب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. ليه؟ لانه يعتبر انبوت للسيستم ده، بيضيف للسيستم ده، بيزود. يعني لو انا سبت السيستم كده لوحده من غير اي حاجه، مفيش انبوت غير هو ده، مع الوقت مع التايم الانرجي دي هتخلي التمبريتشر الجسم ده يزيد ولا لا؟ يعني في عندي كومباشن، عندي تفاعل نووي نتج عنه حراره، مع الوقت هينتج عن التمبريتشر بتاعت الجسم ده ايه؟ انها بتزيد 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 اهو، يبقى عشان كده بوزيتيف. تمام. نيجي لحاجه كمان ثانيه، مش احنا اتفقنا القانون بتاع الفيرست لو كان بيقول ايه؟ بيساوي اللي هو سيجما الكيو سيجما الباور بيساوي قلنا ايه؟ دلتا الانرجي على التايم. ها الجسم ده اللي هو المكعب اللي جوه الماده الصلبه ده بيتحرك؟ لا. هل في ماس بتعبر الباوندري؟ لا. يبقى الترم ده ماله؟ بتاع السيستم ده مين؟ ده كلوز سيستم، يبقى الدلتا يو. ايوه يعني الدلتا يو دي اللي هي بمين؟ ايه هي الدلتا يو؟ اللي هي عباره عن ماس في السي، مش تفرق بقى سي بي ولا سي في، ها؟ لانها بتتكلم على ماده صلبه في الدلتا تي. دلتا تمبريتشر. جميل. والماس دي اللي هي مين؟ اللي هي الدنستي. الماس هي عباره عن الدنستي، ها؟ في الفوليوم. الفوليوم اللي بتتكلم عنه اللي هو مين؟ بتاع المكعب ده اللي هو دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. يبقى كانك بتقول دينستي اهو في دلتا اكس في دلتا واي في دلتا زد، وادي السي وادي التغير اللي هو دلتا تي. يبقى تاني ما انا كنت بتقول دلتا اي على تايم مقسوم على التايم اللي هي عباره عن الدلتا يو. دلتا يو اللي هي مين؟ تاني دلتا يو على التايم اللي هو بيساوي ايه بقى؟ اهو ام سي دلتا او دي تي على دي تايم. جميل. وقلنا ان الام دي لمين؟ رو في فوليوم. مين الفوليوم؟ اللي هو دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. طيب بكده احنا خلصنا اول ترمات موجوده معانا. تعال نبص على ترمات اخرى. ايه هي الترمات الاخرى؟ الجدار ده بما انه موجود جواه المكعب اللي بتكلم عليه فاكيد بيجي له حراره، مثلا ولتكن ماشيه في اتجاه دوت محور اكس، ادي كيو في اتجاه محور اكس، وممكن يكون في عندي كيو ماشيه في اتجاه محور زد، وممكن يكون في عندي كيو ماشيه في اتجاه محور واي. ايوه بتخش له ازاي او بتتنقل له ازاي؟ عن طريق الكوندكشن. ايه ده؟ يعني الوجه ده اللي انا هشاور عليه دلوقتي لو بعمل له هاتشنج ده جات له كيو اكس ماشيه لي من الشمال راح اليمين. ايوه بس هي داخله جوه المكعب دوت، هي هيحصل لها شويه تغيرات وهتطلع من الناحيه الثانيه اهي. اسمها ايه بقى؟ كيو اكس، بس بعد ما يحصل لها تغير دلتا اكس. بنفس الكيفيه انا كان عندي تحت اهوت كيو زد في الاريا دي، لما عدت على على المكعب دوت وخرجت منه بقت كيو زد بلس دلتا زد. بنفس الفكره كمان اللي هو اهو عمودي على الورقه دي او المكعب دوت اهو، ادي الكيو واي لما عدت على المكعب دوت وخرجت الناحيه الثانيه بقت كيو واي بلس دلتا واي. يعني انت عايز تقول ان في عندي هنا انبوت واوتبوت، احنا كنا عاملين نجمع ايه الانبوتس اللي عندنا وايه الاوتبوتس اللي عندنا. فمن ضمن الانبوت اهو، ما هو كيو اكس ده انبوت، كيو واي ده انبوت، كيو زد ده انبوت. طب ولما خرجوا ايه كاوتبوت؟ اهو كيو اكس بلس دلتا اكس، كيو واي بلس دلتا واي، كيو زد بلس دلتا زد. ما تنساش انه قيمه كيو دي اصلا دي باي ايه؟ ده كيو كوندكشن. يعني ايه كيو كوندكشن؟ لو انت فاكر كيو كوندكشن كنا بنحسبها ازاي؟ كانت كي في اريا دلتا تي على دلتا اكس، احنا ماشيين في محور اكس. لكن المكان ده صغير فهنسميها دي تي باي دي اكس. وعشان تتعامل مع ثلاث دايمنشنز فهتبقى بارشال اكس وبارشال تي بارشال اكس. ايوه انهي اريا بقى؟ يعني الكيو دي وهي ماشيه في انهي اريا؟ شايف الاريا دي اهي ابعادها ايه؟ مين هو الطول؟ ومين هو العرض؟
ده الاريا دي اللي هي عبارة عن دلتا واي في دلتا زد. اذا كأني بقول الكيو اكس ما هي الا كي في دلتا زد دلتا واي دي دي باي دي اكس. خد بالك ما تنقاش ان كنا خدنا القانون ايه في نيجاتيف، ليه؟ لان احنا ماشيين من الاعلى للاقل، نيجاتيف السلوب يعني. بنفس الكيفيه انا اقدر اجيب كيو واي، بنفس الكيفيه اجيب كيو زد. طب ما نرجع بقى تاني لمين؟ للقاعده بتاعت تيلور. فاكر لما قلنا تيلور لما كان في عنده فانكشن اسمها اف كيو اكس او اف اكس، لما كان بيحصل لها تغير ويبقى اسمها اف اكس بلس دلتا اكس او كيو اكس بلس دلتا اكس، كنا بنعملها ايه؟ هي نفس قيمه الكيو اكس زائد اول تغير مضروب في البارشال، هو بارشال كيو اكس بالنسبه للاكس، وان اي ترم تاني بعد كده ماله؟ بنهمله. بنفس الكيفيه هنعمله مع واي ومع زد. الكلام اللي قلته في الاول ده كان مفرط كده، وبعدين بنجمعه مع بعض دلوقتي. تعال نجمع بقى كل الكلام ده مع بعض. فين القاعده اللي بتقول لي ايه؟ في الاسلوب اهو، ادي كل الكيو ان اللي عندك، كل الكيو اوت، واي هيت جنريشن سكريت، اي ورك اوت واي ورك ان لازم يؤدي الى تغير للانرجي مع السيستم. وقلنا هنا بما انه كلوز سيستم فهو انا هتعامل مع الدلتا يو مع التايم. تعال نمسك بقى كل ترم، فين الحاجات الكيو ان؟ كل الان اللي عندي كانت ايه؟ هو انا ما عنديش ورك اوت او ورك ان، فكل الحاجات الان بالنسبه لي كان لو انت فاكر المكعب او كيو اكس كانت داخله له حراره باي كوندكشن جاله من اكس وحراره جاله من كوندكشن بواي وزد. ما تنساش ان كان في هيت جنريشن، فاكر القانون بتاع الهيت جنريشن اللي احنا اثبتناه؟ قلنا المتر مكعب بيطلع كيو دوت، امال لما يكون المكعب بس لوحده فوليوم بتاعه دلتا اكس دلتا واي دلتا زد يطلع كيو قد ايه؟ ادي كل الانبوتس اللي عندي. طب والاوتبوت اهو، خرجت الكيو اكس بلس دلتا اكس دي اللي هي الفكه بتاعت تايلور اهو، نفس الكلام بالنسبه للواي، نفس الكلام بالنسبه للزد. ما تنساش بقى كمان ان عندك الترم بتاع الدلتا انرجي باي تايم اللي هو دلتا يو اللي احنا قلنا عليه ماس في سي في الدلتا تي، اللي هي فكيناها بقى رو في دلتا اكس دلتا واي دلتا زد في سي في الدي تي باي دي تايم. حلو، بكده احنا كده قدرنا نوصل لكل الانبوتس وتساوي الاوتبوت. طب ده بقى لما نيجي نبص كده ايه اللي هيحصل؟ ما هو الترم ده هيروح مع الترم ده، والترم ده يروح مع الترم ده، والزد كيو زد مع كيو زد، يبقى لي ايه بقى؟ اهو الترمات دي كلها راحت. ايه اللي هيتبقى عندي؟ اهو من الطرف الشمال اتبقى عندي الترم ده اهو، طرف اليمين دول كلهم اتبقوا اهو. طب نيجي نعوض كمان، ايه نعوض عن مين؟ عن الكيو اكس وعن الكيو واي وعن الكيو زد. الكيو اكس فاكر كانت بتساوي كام؟ اهي نيجاتيف كي في دلتا زد دلتا واي بارشال تي بارشال اكس. نفس الكلام ها كيو واي ماشيه في اي دايركشن؟ في اتجاه واي. اه يبقى العمودي اللي عليها ايه؟ دلتا، المساحه العموديه اللي عليها دلتا زد في دلتا اكس. طب وكيو زد المساحه العموديه اللي عليها مين؟ دلتا اكس في دلتا واي. خد بالك ان الكلام ده قبليه تفاضل، يعني عايز تفاضل الترمات دي. فاحنا عندنا سبيشال كيس، لو الكي دي كونستانت تطلع بره التفاضل. بس خد بالك كده ولا كده انا عندي ترمات، انا كده ولا كده عندي ترمات ممكن اخلص منها. ايه الترمات اللي ممكن اخلص منها؟ خد بالك في الطرف الشمال، في الشمال في عندي دلتا اكس ودلتا واي ودلتا زد اللي هم المجموعه دي اهو، ادي واي وزد ودلتا اكس، واي وزد ودلتا اكس. ها الترمات دي موجوده في كل كومبوننت، اقدر اشيلها؟ تروح مع بعضها اهي، خلصت منها. يبقى لي ايه بقى؟ يبقى لي من على الطرف الشمال ادي الهيت جنريتد بير فوليوم وحدتها وات لكل متر مكعب، وادي لما فضلت الترم ده اللي هو الكي بقى كونستانت طلع بره التفاضل اهو نيجاتيف كي بارشال اكس، لما هفضل لسه كمان دي تي باي دي اكس، نفس الكلام بالنسبه تفاضل الواي بالنسبه دي تي باي دي واي وهكذا، ويبقى لي في اخر ترم عندي رو سي دي تي باي دي تايم. لما اجي افضل الترم ده اهو يطلع السكند ديريفيتيف اهو تفاضله الثاني بارشال 2 تي بارش بار بارشال اكس سكوير، البارشال 2 تي بارشال واي سكوير بارشال 2 تي بارشال زد سكوير والكيو جنريشن. اقسم المعادله كلها على الكي اهي، اقسم على الكي
ادي الترم بتاعي نفس الكلام رو سي بقت كي لان ده كلها بروبرتيز خواص خواص الماده. الماده ليها سي، الماده ليها كثافه، الماده ليها ثيرمال كوندكتيفيتي كي بالنسبه دي تي باي دي تايم. الترم ده الحقيقه انه مقلوب ترم اسمه حاجه اسمها الفا نعرفها بعد شويه اللي هي ثيرمال ديفيزيفيتي، دي خاصيه عامه او جنرال للماده. طيب المعادله دي بتقول ايه؟ هي دي بقى المعادله اللي احنا كنا عاملين ندور عليها من الصبح. كل هدف المحاضره في الاخر نوصل للمعادله اللي انت شفتها دي، هي دي المعادله اللي احنا عايزين نوصل لها. اللي بتقول ايه بقى؟ دي اسمها هيت ديفيوجن ايكويشن. الهيت ديفيوجن ايكويشن بتقول ايه؟ بتقول والله ان انتقال الحراره الحقيقه ان هو فانكشن في 3 دايمنشن. عرفت منين؟ اهي ادي اكس وواي وزد اهو. ان ممكن يكون عندي تغير للجريدينت، اهو شوف عندي تغير اهو، تغير عندي تغير للجريدينت نفسه، ما هو الجريدينت ده هو السبب في انتقال الحراره. انا عندي تغير في الجريدينت اللي في محور اكس، انا عندي تغير في الجريدينت اللي في محور واي، يعني مش ثابت الجريدينت نفسه، مش ثابت الجريدينت بيتغير، يعني الدافع لانتقال الحراره مش رقم ثابت، ده بيتغير. نفس الكلام عندي جريدينت في اتجاه محور زد، يبقى كده عندي ثلاث دوافع لانتقال الحراره في اتجاه محور اكس وواي وزد. كمان كل الكلام ده ما هوش ثابت مع الزمن، لا ده بيتغير كمان مع الزمن. ايه ده؟ دي فانكشن في اكس واي وزد. اضافه لذلك ان الماده دي ممكن يكون بينتج عنها انتقال حراره اصلا بتولد جواها زي مفاعل نووي، مفاعل حاجه كيميائيه بتتفاعل، الكهرباء معديه في سلك فبينتج عنه حراره. دي معادله جنرال جدا. لكن السؤال المعادله دي بيسموها ايه؟ سكند ديريفاتيف بارشال ديفرنشال ايكويشن، يعني معادله من الدرجه الثانيه، تفاضل معادله تفاضليه. هل تقدر تعوض برقم يقوم يطلع لك اوتبوت؟ يعني مثلا لما كنت بتقول ايه؟ بتقول ان بي في بتساوي ام ار تي. ايه الميزه في المعادله دي؟ المعادله بيسموها كلوزد فورم ايكويشن. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك الماس وعندك الار وعندك التي وعندك الفوليوم، عوض بيهم هيبقى المجهول هو البريشر. لو عوضت بمجموع الترمات تديك الترم الاخير، خلاص خلصنا ما فيش مشكله. دي بيسموها كلوزد فورم ايكويشن. لكن هل تستطيع انك تعوض في المعادله بتاعت الهيت ديفيجن ايكويشن عن الترمات دي؟ هتعوض عنها ازاي يعني؟ صعب. اعوض عن التمبريتشر ازاي ولا عن الوايز؟ لا لا، ما المعادله عشان تتعوض عايز تحولها الى معادله اللي هي بيسموها كلوزد فورم ايكويشن. وحولها ازاي لكلوزد فورم ايكويشن؟ ده اللي احنا هنشوفه بعد شويه. طيب احنا اثبتنا المعادله دي في انهي؟ اثبتناها في الكارتيزيان كوردينت، كان ده شكلها في الكارتيزيان كوردينت. طب لو كنا اثبتناها في السفيريك سلندريكال، لا في بقى في تغير، لكن هيبقى عندي محور اسمه ايه بقى؟ محور ار بدل اكس، بقى عندي محور ار، وهيبقى عندي محور زد تمام، وعندي محور ثيتا فاي، في اختلاف اهو. وبرضك لو كنا بنتكلم على سفيريكال نفس الكلام، انا عندي ار وفاي وثيتا، عشان كده المعادله بتاعت الهيت ديفيجن ايكويشن في السفيريكال مختلفه عن السلندريكال، مختلفه عن الكارتيزيان، لكن المعنى بتاعها واحد اهو، ان انتقال الحراره في اتجاهات اهي، في اتجاه محور ار، في اتجاه محور ثيتا، في اتجاه محور زد، وفي هيت جنريشن وفي تغير مع التايم اهو. انتقال الحراره بيتغير في اتجاه محور ار، بيتغير في اتجاه محور ثيتا، بيتغير في اتجاه محور فاي، في هيت جنريشن بيتغير مع التايم. يعني 3 دايمنشن وتايم وهيت جنريشن، ادي المعادله الرئيسيه اللي احنا كنا بنتكلم على الهيت ديفيوجن ايكويشن. هل مطلوب نحفظها؟ لا، انا مجرد المطلوب مني بس افهمها هي بتعمل ايه، وكل ما تجي لي مساله هيت كوندكشن في الدنيا، في الدنيا هي دي الاساس بتاعك. اشطب منها اللي مش موجود وحاول تكملها لغايه لما توصل بالايه؟ بالمعلومات اللي عندك انك تعرف تحلها. بس المعادله دي ادت لي شويه معلومات. ايه هي المعلومات؟ اول حاجه الترم اللي اسمه رو سي. ايه حكايه رو سي دوت؟ ده بنسميه حاجه اسمها الهيت كاباسيتي لابر يونت فوليوم، اللي وحدتها ايه بقى؟ اللي هي جول لكل متر مكعب. الجسم ده يقدر يشيل حراره قد ايه؟ يخزن جواه حراره قد ايه؟ الهيت كاباسيتي بتاعته قد ايه؟ كل ما كانت الماده ليها كثافه عاليه وسيكه عاليه معناه ان انا ممكن اخزن فيها حراره كتير. طيب الثيرمال ديفيزيفيتي، ما هو الترم ده اللي هو رو وسي وكي، ما هو دول مقلوب ترم اسمه الفا. الفا ده اللي اسمه ايه؟ اسمه الثيرمال ديفيزيفيتي. يعني ايه الثيرمال ديفيزيفيتي؟ دي ريشيو، هو الجسم ده يقدر تتنقل عبره الحراره بسرعه قد ايه؟ يعني الهيت
هاو فاست الهيت دي بتتنقل جواه بسرعه قد ايه مقارنه بمين هو الجسم ده بيخزن ها حراره قد ايه. مش اتفقنا ان الترم ده اللي هو رو سي هو يقدر يخزن حراره قد ايه؟ يعني الجسم ده بيخزن جواه قد ايه وبيصرف قد ايه او بيعدي منه قد ايه؟ ريشيو ما بين هو قد ايه بينقل حراره بسرعه وقد ايه بيخزن حراره. تعال نشوف اهو قد ايه هيت كوندكشن على قد ايه هيت ستورج، ده اللي هو الالفا اللي هي الكي على رو سي بي. الوحده بتاعتها متر سكوير بير سكند. عشان نبين الكلام ده تعال نشوف ادي الكبر. من الواضح جدا ان الماده زي الكبر انتقال الحراره فيها سريع جدا مقارنه بمين؟ مقارنه ب الالومنيوم، مقارنه بالميه، مقارنه بالخشب اهو. فواضح ان الالفا بتبقى عالي، معناه انه يقدر ينقل حراره بسرعه وما يخزنش. كل ما كانت الالفا عالي معناه ان هو التخزين عنده قليل والكي او انتقال الحراره بالكوندكشن عنده عاليه. ادي معنى كلمه الفا عالي. تعال اديك مثال اكتر. لما بتروح تصيف ها الصبح لما تيجي تمشي على الرمله تتلسع. ليه؟ ايه ده السي بتاعت الرمله دي قليله، فاي حراره بتجي لها من الشمس بتسخنها بسرعه، تلاقي ان الدلتا تي بتزيد قوي. روح بقى البحر السي بتاعته عاليه قوي، تخش تلاقيه ساقع. طب ازاي؟ ايوه لان السي بتاعته عاليه جدا عايز وقت اطول وعشان الحراره اكتر عشان تسخن درجه واحده مئويه. ما هي ايه معناها السي؟ كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره واحد درجه مئويه. هنا السي قليله فمحتاج حراره قليله عشان تسخنه، انما هنا محتاجه حراره كتير هيت كتير عشان تسخنه، مع ان الاثنين جنب بعض بس عشان في اختلاف في البروبرتيز بتاعت الماتيريال. تعالى بالليل هتلاقي ان هنا اكتنز حراره كتير، الشمس مش موجوده بس تخش المايه دافيه. اطلع بقى بره ما هو اللي جه بالساهل راح بالساهل. نفس الكلام هنا السي قليله ففقد حراره بسهوله، انما المايه لا عشان السي بتاعتها عاليه هتفقد حراره ببطء، عايزه وقت قبل ما تفقد هذه الحراره. ادي معنى كلمه سي او السبيسيفيك هيت، ويعني ايه هيت كاباسيتي بتخزن حراره قد ايه. حاجه ثانيه كمان بتفرق معانا موضوع البيوت. دلوقتي احنا عندنا مشكله لما نيجي نبص على طول النهار الشمس في الصيف عماله تسخن البيت تسخن البيت، الجدران دي معموله من الاسمنت، فالاسمنت ماده بتمتص الحراره او بتكنز الحراره او بتخزن الحراره، يعني عندها الترم بتاع الاستورج ده ايه عالي، لكن توصيلتها للحراره مش عاليه. فده عيبها ايه بقى؟ ان طول النهار هي عماله تخزن حراره، طب الشمس راحت لا ستيل الجدار فيه حراره، فعمال يديها بقى للناس قاعده الساعه 6 في البيت الشمس مشيت لكن لسه انت حاسس بحراره عاليه. طب جت منين؟ تطلع بره تلاقيش كده، نتيجه ان الجدران دي اصلا امتصت حراره، فبالليل عماله تعيد هذه الحراره، بقت اعلى في التمبريتشر من الجو من الاوضه، فهي اللي عماله تشع حراره لمين؟ للمكان. ادي مشكله. طيب من المشاكل لما تيجي تلحم نحاس، ايه مشكله النحاس؟ النحاس ده بيهرب الحراره، يعني بينقل الحراره بسرعه، الكي بتاعته عاليه جدا، فده مشكله. تلحمه ازاي؟ ما انت اول ما بتسخنه شايف على طول بيفقد الحراره، فمحتاج يتحط في فرن الاول او حاجه بحيث ان انت تضمن انه يحتفظ شويه بالحراره عشان عقبال ما تلحمه. ودي مشكله في الايه؟ في اللحام. عكس الحديد، حديد الكي بتاعته قليله فانتقال الحراره هنا ضعيف، لكن يقدر يخزن حراره عشان توصل لدرجه حتى الانصهار للماتيريال عشان تبدا يحصل لها ذوبان في بعضه وتعملها فيوجن وتلحمها بسهوله. يبقى لحام الحديد اسهل بكتير من النحاس. ليه؟ بسبب الخاصيه اللي هي الثيرمال ديفيزيفيتي. النحاس ما بيعملش ستورج، الستورج بتاعته ضعيف، شايف الكبر اعلى ثم ديفيزي ما بيخزنش، بالعكس ده بينقل الحراره باي كوندكشن عالي جدا مقارنه بالتخزين، فيبقى صعب في اللحام، بعكس الحديد لا، الحديد يقدر الثيرمال ديفيزي بتاعته قليله لان الكي بتاعته اقل بكتير من الكبر، وبالتالي في عنده قدره على الستورج. عشان نحل هذه المعادله المعقده اللي احنا شفناها دي لازم نتفق على حاجه. في عندي حاجه اسمها الباوندري كونديشن. يعني ايه كلمه باوندري؟ يعني حدود. والله عندي جدار، حدود الجدار ايه؟ الناحيه اليمين التمبريتشر بكام، الناحيه الشمال التمبريتشر بكام. حاجه ثانيه كمان السلوب، الميل بتاع المعادله، الميل بتاع البروفايل دي تي باي دي اكس بكام، او دي تي 2 اكس باي دي تي دي 2 تي باي دي اكس سكوير بكام. كل دي تساعدنا في حل هذه المعادله. دي اسمها ايه؟ اسمها باوندري كونديشن. ده غير حاجه اسمها لو انا بحل حاجه اسمها ترانزيانت، حاجه اسمها انيشال كونديشن. ايه الفرق بقى من كلمه انيشال كونديشن وباوندري كونديشن؟ باوندري يعني انا عندي الجسم ده ليه حدود، البروفايل بتاع التمبريتشر ليه شكل، فيه سلوب اقدر استفاد بيه عشان احل المعادله. بكملها بما انها سكند ديريفاتيف محتاج اكملها مرتين اثنين، فهينتج عني اثنين كونستانت، فانا عندي على الاقل اثنين باوندري كونديشن عشان اعرف احل هذه المساله.
انما لو كان داخل معاه كمان التايم، فانا عايز اعرف هو انت هتبدا تحل مسالتك منين؟ عندي جدار الساعه 6 الصبح كان من البدايه خالص، كان درجه حرارته كام؟ لا لا لا، ده انا عايز احل مساله بعد الظهر. يبقى هبدا من الساعه 12، يبقى هو عند الساعه 12 عند التايم اللي هبدا اقول عليه ان هو بيساوي زيرو، عند تايم زيرو كانت التمبريتشر انيشيال بكام؟ ده موضوع تاني خالص، في فرق بين باوندري كونديشن وبين حاجه اسمها الانيشيال كونديشن. تعال نطبق المعادله عشان نشوف هل هي صح ولا غلط ولا هتوصلنا لفين. احنا كنا شفنا الشكل ده قبل كده اللي هو البلان وول، وقلنا انه فورير قال لنا ان المعادله بتاعت الكلام ده عباره عن ايه، كيو دوت بتساوي، ها لو انت فاكر، كي في اريا في الدلتا تي على ال، السمكه وجدار ليه سمك ال، وادي الاريا بتاعته لو دخلت عمودي على السبوره كده اهي، الحته دي ده الاريا، واكيد الماده دي ليها كي، ادي شكل المعادله. او قلنا ممكن نعيد شغل صياغه المعادله الى دلتا تي، ها، على ال على اي كي، ده اللي احنا قلنا الترم ده اللي هو سميناها ار، الريزيستنس بتاعت الكوندكشن في حاله البلان وول، مش ده اللي احنا قلنا؟ طيب عايزين نشوف هل المعادله اللي احنا وصلنا لها دي فعلا تقدر توصل لنا للشكل ده ولا لا؟ عايزين نشوف هل المعادله دي فعلا تقدر تحقق اللي احنا عايزينه ولا لا، ان احنا في حاجه غلط مش مظبوطه. طيب اول حاجه ادي المعادله ده اللي هي الجوفرنينج ايكويشن، الشكل ده يتناسب مع اني كارتيزيان كوردينت، ده يتناسب مع الكارتيزيان كوردينت، وبالتالي لما يجي المعادله دي استفاد بيها هستخدم اني معادله، معادله الكارتيزيان كوردينت، دي معادله جنرال. السؤال هل انا عندي هنا تغير مع المحور واي؟ اذا كنت انت بتقول لي 1 دايمنشن اهو، انت بتقول 1 دايمنشن، انت بتقول اهو 1 دايمنشن وستيدي ستيت، يعني ما عنديش لا تغير في واي ولا في زد، وما عنديش هيت جنريشن يعني الترم ده بزيرو، ولا عندي تغير مع التايم، يبقى الترمات دي مالها؟ راحت. طيب يبقى عندي في المعادله ايه؟ اهو بارشل 2 تي بارشل اكس سكوير بزيرو، طب دي احلها ازاي؟ محتاج اكملها مرتين 2 بالنسبه للاكس، وابقى عندي 2 باوندري كونديشن، طبعا يبقى ده شكل المعادله بتاعتي. ايه هي الباوندري كونديشن؟ الحقيقه ان انا لو جيت خليت ده الاوريجن بتاعي وده محور اكس، فعند اكس بتساوي زيرو التمبريتشر انا عارفها تي 1، وعند اكس بتساوي ال انا عندي التمبريتشر تي 2 معروفه. طب ما انا كده عوض بيهم، ايه ده؟ هيطلع عندي المعادله اللي انت شايفها دي اهي. ادي المعادله اللي بتقول لي ايه؟ ان التمبريتشر عند اي نقطه اكس، يعني لو جيت هنا عند مسافه اسمها اكس وقفت اطلع اقيس التمبريتشر كام اهي؟ هي عباره عن تي سيرفس 1 اهي بلس تي سيرفس 1 ماينس تي سيرفس 2 في اكس اللي انت قستها على ال ال. المعادله لما تيجي تبص عليها ده كانه مين؟ اهو كونستانت. كانه بنتكلم على واي وده كونستانت زائد الترم ده اللي هو مين بقى اللي هو ده؟ ده الميل. وده مين؟ اكس. اهو ايه ده؟ المعادله دي اللي هي واي بتساوي ام اكس بلس سي، دي معادله ايه دي؟ دي معادله خطيه، معادله لينير. فعلا اهو. بس خد بالك ان الترم هنا فيه ايه؟ فيه نيجاتيف، ايه ده؟ معنى كده ان هو هنا السلوب مايل اهو، بالميل جاي من الاعلى للاقل. اذا احنا بنتكلم على معادله لينير فعلا، البروفايل بتاع التمبريتشر اهو جوه الجدار معادله لينير. طب انا عايز مين؟ عايز السلوب. ليه عايز السلوب؟ لان انا اتعلمت ان الكيو دوت ما هي الا النيجاتيف، ها، كيف اريا البارشال تي بارشال اكس. يبقى لو فضلت المعادله دي بالنسبه لاكس، طلع عندي تفاضل بكام؟ الترم ده كونستنت هيروح، التفاضل هنا الاكس بقت بواحد، يبقى دلتا تي على اللي هو تي سيرفس 2 ماينس تي سيرفس، خد بالك تي سيرفس 2 اقل من تي سيرفس 1، يعني الرقم ده ماله؟ قلنا نيجاتيف اهو، نيجاتيف في نيجاتيف هتروح بقى بوزيتيف، وبالتالي فعلا طلع عندي القانون كي في اريا تي سيرفس 1 ماينس تي سيرفس 2 على ال. طب ما ده اللي احنا اثبتناه قبل كده اهو، يبقى معنى الكلام ده فعلا المعادله دي كده عملنا لها حاجه اسمها فاليديشن، اتاكدت انها سليمه، اتاكدت ان المعادله الجوفرنينج ايكويشن دي تقدر تحل لك اي اسال اهو. تاني هنجربها تاني، ها ادي القانون بتاعي، خدنا الترم ده تحت بقى دي مقاومه الايه الكوندكشن اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. طب لو كانت سلندريكال يعني ايه الاختلاف؟ خد بالك ان انا كده بتكلم على الراديوس بتاعي في الاتجاه ده اهو، يبقى الاريا بتاعتي بالنسبه لي اللي هي المحيط، الاريا المحيطيه، ها 2 باي ال ار في ال، 2 باي ار محيط اهو، عند اي ار المحيط اهو 2 باي ار، بس انا بتكلم عن المساحه يبقى هضرب كمان في مين؟ في ال ال. الماسوره دي الانبوبه دي ليها طول كام؟ طيب
ايه المعادله بتاعتي؟ هل تنفع الكارتيزيان كوردينيت؟ لا، السلندريكال هي اللي تنفع، اهي فانكشن في ار، دي ار مفروض، والفاي والزد. هل انا عندي تغير في اتجاه محور؟ انت بتقول لي 1 دايمنشن، ما عنديش تغير في اتجاه فاي. هل انت عندك في اتجاه زد؟ ما فيش. هل انت عندك في هي جنريشن؟ انت بتقول لي نو هي جنريشن. ما عنديش تغير مع التايم، بتقول لي ستيدي ستيت، يبقى الترمات دي كلها هتروح. يبقى مين؟ يبقى الشكل ده. بتوع الرياضه قال لك طبعا عشان الشكل ده معقد شويه، انت تاخده هو هو نفس المعنى دوت. برضك واضح ان هو بارشل 2 تي بارشل ار سكوير. طب ده يتكامل ازاي؟ كامل مرتين 2، محتاج باوندري كونديشن. مين الباوندري كونديشن؟ اهو عند ار 1 اسطوانه من جوه، جدار الاسطوانه من جوه، انا عارف ار 1 بتمبريتشر 1، والجدار الخارجي ار اوتر اللي هي تمبريتشر 2، انا عارفهم. لو فضلت ماشي مع التكامل ده وفضلت بقى ايه اثبت اثبت اثبت، هوصل في الاخر لايه؟ ادي شكل المعادله بتاعت تغير التمبريتشر جوه الجدار. الجدار ده عباره عن ايه؟ جدار سميك اسطواني، شكل اسطوانه فيها الجدار سميك. لو انا مشيت جوه حرف هنا ماشي مسافه ار، مشيت مسافه ار واقيس التمبريتشر، خد بالك اهو التمبريتشر عند اي ار بتساوي كام بقى؟ التمبريتشر اللي هي 2 ماينس تمبريتشر 1، بس خد بالك بقى المره دي لين ار اوتر على ار انر، مضروبه في لين ار على ار انر زائد التمبريتشر الاصليه تي 1. ايه ده؟ دخلنا فيها لين هنا. طالما داخل فيه لين، هل ده لينير؟ العلاقه لينير؟ لا، العلاقه كيرفتشر، ده علاقه اكسبوننشال. يبقى الكيرف ده ما بين تي 1 وبين تي 2 ما هوش لينير، ده فيه كيرف لين. طيب لو انا فضلت المعادله دي، يعني جبت دي تي باي دي ار، انت عايز ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الكيو عشان اجيبها محتاج مين؟ كيو دوت كوندكشن ماينس كي، ها في اريا، ها دي تي باي دي ار، لان احنا مش محور بتاعنا هنا دي ار، فانا عايز اجيب الدي تي باي. لو فضلت المعادله دي هيطلع عندي الشكل ده اهو، في الاخر طلع عندي الكيو دوت في اتجاه محور ار بتساوي ايه؟ 2 باي ال في كي على لين ار، ده اي نقطه يعني، على ار انر في دلتا تي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن في الحاله دي اقول والله الكيو بتاعتي اهو ما هي الا ها تي الكبير تي 1 ماينس تي 2 على ها لين ار اوتر على ار انر اهو على 2 باي ال كي. الترم بقى اللي هو الاخير ده اللي هو في المقام دوت، ده اللي انا ممكن اقول عليه ايه؟ ده اللي هو المقاومه بتاعت الكوندكشن، بس في انهي حاله؟ دلتا تي على مقاومه الكوندكشن، بس انهي حاله؟ حاله السلندريكال. لو انت خدت بالك هناك كانت عباره عن ايه؟ اهي الترم اللي هو ال على ايه كده لمقاومه الكوندكشن، بس في حاله ايه؟ البلان وول. انما هنا بنتكلم على ها حاله السلندريكال. طيب نفس الكلام عايزين نعمله مع السفيريكال. ادي الجفرنينج ايكويشن، ايه هي الباوندري كونديشن بتاعتي؟ انا عندي كوره من جوه ار 1 ليها تمبريتشر 1، ار 2 او ار اوتر بتمبريتشر 2، الجدار هنا او السيرفس اريا خد بالك انها كوره، يبقى 4 باي ار سكوير. انا المعادله دي معادله سفيريكال، ما عنديش تغير في اتجاه محور فاي، ما عنديش تغير في اتجاه محور سيتا، ما عنديش هيت جنريشن، ما عنديش تغير مع التايم، الترمات دي كلها راحت. الترم ده عشان اكمله محتاج اكمل مرتين 2، ويبقى عندي 2 باوندري كونديشن اهو، عند ار 1 ادي التمبريتشر 1، عند ار 2 بتمبريتشر 2. لو كملت وفضلت ماشي مع الكلام ده وعوضت، هلاقي في الاخر ادي المعادله اللي بتوصف التمبريتشر جوه الكوره. كوره سميكه تمام، كوره مفرغه فيها في فراغ جوه يعني، ولكن لها جدار وشكل كروي وليه سمك. فالتمبريتشر لو مشيت جوه الجدار اهو، لو مشيت جوه الجدار من ار اهي، مشيت مسافه اهي عند الحته دي، وعايز اعرف التمبريتشر هنا بكام بالظبط في القلب ده اهو، ادي التمبريتشر تي 2 ماينس تمبريتشر تي 1، بس خد بالك ان تي 2 اقل من تي 1، يعني رقم ده نيجاتيف. بس هنا خد بالك هنا لين؟ لا مش لين، ده هنا مين؟ 1 على ار اوتر ماينس 1 على ار 2 ار انر، واحد على ار انر وار اوتر. خد بالك الار اوتر اكبر، بس يبقى واحد عليها، يبقى رقم صغير. واحد على ار انر رغم ان هو صغير يبقى رقم، واحد على يبقى رقم ايه؟ كبير شويه. مضروبه فيه واحد على ار 1 ماينس واحد على الار اللي انت بتتكلم عليها زائد التي اس 1. نفس الكلام لو فضلت دي تي باي دي ار
وعوضت عنه هجيب الكيو. الكيو بتقول لي ايه بقى؟ اهي تي الكبير ماينس تي الصغير على 1 ماينس ار 1 على 1 ماينس ار اوتر على 4 باي كي تاني. يبقى الكيو بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي الدلتا تي من الاخر تي كبير ماينس تي اوتر على ار كوندكشن بس حاله ايه؟ سفيريكال كوره اللي هي بتساوي كام بقى الار دي؟ اهي 1 على ار ها انر ماينس 1 على ار اوتر على 4 باي كي. مفيش ال هنا، مفيش ده كوره، مفيش اسطوانه، مفيش طول، عندي هنا كله كوره وخلاص. طيب هنا المعادله دي زي ما انت شايف هل هي معادله لينير؟ لا لا، دي معادله 1 على اكس او 1 على ار، وبالتالي ما ينفعش ان انا اقول انها لينير. هو ده اللي كنت بدور عليه، انه لو بصينا للفورمولا شيت اللي كنت بقول لك عليها في الاول خالص، ادي ادي معادله البلان وول كهي ديفيوجن ايكويشن، مفيش غير هي 1 دايمنشن ستيدي ستيت، هي محور اكس بس. ادي شكل السلندريكال، المعادله شكلها عامل ازاي في السلندريكال وشكلها عامل ازاي في السفيريكال. الكونكلوجن لما عملنا تكامل بتاع المعادله دي مش كلوزد فورم ايكويشن، ده سكند اوردر ديريفيتيف، هكملها مرتين اثنين وباستخدام الباوندر كونديشن قدرت توصل للمعادله دي، معادله لينير في حاله بلان وول، معادله اكسبوننشال في حاله السلندريكال، وهنا معادله 1 على ار في حاله السفيريكال. عشان كده هنا ظهر لي الخط لينير اهو، شايف خط لينير ازاي في البلان وول، لكن ده كيرفيتشر في حاله السلندريكال اهو، في حاله السلندريكال كيرفيتشر اهو، نفس الكلام في حاله السفيريكال، واضح في حاله السفيريكال ان هو ايه كيرفيتشر. الكيو فلكس عباره عن ايه اهو، كي دلتا تي على ال، ادي تشوف فلكس عامل ازاي من غير اريا، يعني هنا من غير اريا. لكن لو بنتكلم على هيت ريت اهو، يبقى دلتا تي على ال في كي في اريا اهو، هنا عباره عن دلتا تي في كي في 2 باي ال على لين ار اوتر على ار انر. شايف هنا 4 باي كي دلتا تي على 1 على ار اوتر، سوري ار انر ماينس 1 على ار اوتر. المقاومه نفسها يبقى مقاومه ريزيستنس في حاله البلان وول اهي، ال على اف كي في حاله البلان وول، لين ار اوتر على ار انر على 2 باي ال كي في حاله السلندريكال وول اهي، 1 على ار انر ماينس 1 على ار اوتر على 4 باي كي في حاله السفيركل. مش مطلوب مني احفظ، كل مطلوب مني ابقى عارف الكيس اللي قدامي هستخدم فيها انهي معادله، حسب انا بدور على السلم ريزيستنس بتاعتي ولا الهيت فلكس ولا المعادله ولا بدور على تمبريتشر ديستريبيوشن، ايه اللي انت عايزه من الفورمولا شيت. تعالى نشوف الكلام ده كمعادله تتحسب ازاي. مثال، هو عندي بايب، البايب دي شايله ستيم، كارينج ستيم، والستيم ده عند 230، وقلنا ان الستيم ده عشان يتولد محتاج طاقه في بويلر، حرقت غاز طبيعي مازوت، فبتدفع فلوس، فانا مش هحرق الكلام ده كله فلوس، وبعدين اسيب الماسوره تطلع لي حراره للجو، فانا عايز احتفظ بهذه الحراره، فلازم اعمل ماده عازله. يبقى الماسوره دي لازم تعزل. الماسوره دي شايله ستيم عند 230، والانتر سوري الانر دايمتر بتاعها ب 12، الانترنال دايمتر بتاعها ب 12 سم، خد بالك ده دايمتر، احنا بنتكلم على راديوس، يعني الرقم ده اول ما تشوفه كده تروح قسمه على 2 6 سم. والبايب ديت الثيكنس بتاعها كام؟ 7.5، عشان شايله ستيم بضغط عالي عشان كده سمكها كبير شويه 7.5. لو كان السمك صغير نجلكتد، ده كانه بلان وول، فكل ما كان السمك صغير ممكن تعتبره بلان وول، لكن لما يكون ثيك وول لا، سلندريكال وول لا، يبقى لازم دي تبقى تحلك على سلندريكال. طيب الكوندكتيفيتي بتاعت الماده دي بكام؟ حديد اهي 49 عشان شايلها ستيم مضغوط. الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعت الانسايد من جوه الستيم اللي هو 85 وات لكوت متر سكوير كلفن. البايب دي لازم تتعزل، فاعمل لها از تو لايرز اوف انسوليشن، مره 5 سم ثيك ومره الكوندكتيف بتاعتها 0.15 اهو، شفت لازم الكيت بتاعته قليله ازاي، وبعد كده 5 سم ثانيه ثيكنس من الماده اللي هي 0.84 واط لكل متر كده. الاوتسايد از اكسبوز تو اير، الهواء الخارجي الجو الخارجي 35 درجه مئويه، والكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت ب 18 واط بير متر سكوير كيلو. مطلوب ايه؟ عايز اعرف الحراره الهيت لوس. لو كانت الماسوره دي طولها كام؟ 5 متر، طول الماسوره عندي 5 متر. وعايز اعرف الانترفيس تمبريتشر، عايز اعرف التمبريتشر عند كل لاير ولاير الثانيه بينهم وبين بعض، والاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت يو بكام؟ كل ده عايزين نعرفه. طيب نحل المساله دي ازاي؟ اول ما نفكر فيها، هي من ناحيه الفيرست لو مفيش غير هو عندي 1 دايمنشن، عندي كيو اهي. كيو خارجه وخلاص، مفيش تفاصيل، مفيش عندي لا هيتر ولا حاجه، فخلاص مفيش الانبوتس او الاوتبوت. شكل الماسوره دي عامله ازاي؟ لما نيجي نرسمها
يفضل انك ترسمها كده كسكتش اهي، ادي جدار اهو داخلي وادي الماسوره الجدار الخارجي، وبعدين حطينا ماده عازله اوليه اهي، ادي الماده العازله الاولانيه، وبعدين حطينا ماده عازله كمان تاني من بره. فكده انا عندي لو بنتكلم على السنتر لاين اهو، ادي السنتر لاين زي كأننا بنبص على مقطع وبنتفرج عليه. فانا كده عندي اهو ادي راديوس 1 ده ار 1 وكده ار اوتر اللي هو ار 2 ها وكده ار 3 ها وكده ار 4. الحاجة التانية تعالى نبص على المقاومات. أنا عندي الستيم من جوه دوت دي نود تي انفينيتي انسايد ده 230 درجة مئوية، وبره هنا ده نود تي هواء الخارجي ده قيمته كان ب 35. فالنود دي أهي التمبريتشر دي تمثل نود، جوه هنا أكيد في تمبريتشر ولتكن 1 ها، هنا تمبريتشر 2 هنا تمبريتشر 3 هنا كمان تمبريتشر 4 وهنا قلنا التمبريتشر بتاعت الانفينيتي اوتسايد. الحين انا عندي هنا ببص على البروفايل بتاع التمبريتشر اهو، انا عندي هنا كونفكشن وكده عندي هنا كيرفتشر ده لينير اللي هو مش لينير يعني كيرفتشر لتي 2 وكده عندي كيرفتشر لتي 3 وكده عندي كيرفتشر لتي 4 وكده عندي كيرفتشر لغايه طبعا سكتش مش دقيق قوي لكن مجرد بس ايه النقط دي. ادي نقطة تي 2 تي 3 تي 4. لو ببص على الحقيقة عامل ازاي؟ اهو ما بين اللاير الأولانية والتانية الكيرف بسيط كده خالص دلتا تي، لكن الكيرف بتاع الانسوليشن لا هيبقى كيرف عالي في دلتا كبيرة قوي ما بين نقطة تي 2 وتي 2 لأن دي مادة عازلة انسوليشن الكيرف بتاعتها قليلة. ولو بصيت ما بين 2 وبين 3 برضك هلاقي كيرفتشر اهو لغايه لما اوصل لتمبريتشر 3 وبعد كده الكونفكشن 4 وهنا عندي كونفكشن جاي لي من تي انفينيتي انسايد. ده الشكل الحقيقي اللي على الايد اليمين ده، ده شكل البروفايل عامل ازاي، لكن احنا هنعمل كاسكتش. طيب ايه كمان تاني؟ ادي الشكل بتاعي تاني معلش هرسمه تاني اهو. ادي الجدار بتاع الاسطوانه، ادي الماده العازله، الماده العازله الثانيه، ادي السنتر لاين، ادي ار 1 ار 2 وادي ار 3 وادي ار 4. وشفنا البروفايل بتاع التمبريتشر عامل ازاي، كونفكشن كوندكشن 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 كمان تاني وادي كونفكشن تي انفينيتي انسايد تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي انفينيتي اوتسايد. وقلنا كل واحده من دول تمثل نود ما بين التمبريتشر 1 وتمبريتشر تي انفينيتي ادي نود، تمبريتشر 2 تمثل نود، تمبريتشر 3 تمثل نود، تمبريتشر 4 تمثل نود. دي الطريقه اللي بتحل بيها المساله، تمبريتشر 4 تمثل نود اهو. ان بتوين في مقاومه كونفكشن كده كوندكشن، كوندكشن تاني في الماده الانسوليشن الاولانيه، كوندكشن تاني في الانسوليشن الثانيه، كونفكشن في الاخر. طيب تعالى نبص كده على الايه القيمه بتاعته، ادي الحراره اللص اهي، اول واحد هنا ده واحد على اريا انسايد اتش انسايد، وبرضك الناحيه الثانيه واحد على اريا اوتسايد اتش اوتسايد. يبقى ايه بقى مقاومات الكوندكشن؟ اول مقاومه كوندكشن عندي هنا خد بالك لين ار اوتر بالنسبه لها مين؟ اللي هي ار 3 على ار انر اللي هي مين؟ سوري ار 2 على ار 1 على 2 باي ال كي الماده العازله، الماده بتاعت الانبوبه نفسها الاسطوانه نفسها الحديد اللي هو الستيل. طيب حاجه ثانيه المقاومه العازله هي لينت ار 3 على ار 2 على 2 باي ال كي الماده اللي هي الانسوليشن الاولانيه. اللي بعد كده اهوت اهي لين ار اوتر اللي هي 4 على ار 3 على 2 باي ال كي انسوليشن في الاخر. ادي المقاومات، كل مقاومه دول احسبهم وبالتالي
اقدر اجيب انا عندي ايه معلومات، انا عندي تي انفينيتي انسايد وعندي تي انفينيتي اوتسايد، يبقى الكيو دوت ما هو ال؟ ها تي انفينيتي انسايد ماينس تي انفينيتي اوتسايد اللي هو 230 وده ب 35 على مجموع المقاومات اللي احنا اتكلمنا عليهم دول ار توتال. كده جبت الكيو بالوات. بعد ما جبت الكيو طب ما هي بتساوي دلتا تي على ار توتال وفي نفس الوقت بتساوي ها ايه يو دلتا تي، دلتا تي هتروح مع دلتا تي زي ما اتفقنا، يبقى انا عايز اجيب اليو، اليو ما هي الا واحد على اريا ار توتال. السؤال بقى اللي هنقع فيه انهي اريا؟ والله لو انت عوضت عن اريا اوتسايد يبقى كده هتجيب اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت اوتسايد، لو عوضت عن الاريا انسايد طبعا خد بالك الاريا تختلف لان انت عندك بقى راديوس مختلف، ار انسايد بواحد غير ار اربعه، وبالتالي هتجيب حاجه اسمها اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت بيزد على الانسايد ريديوس. تمام كده؟ ادي طريقه حل المساله. ادي المقاومه. ادي الكيو توتال اللي عندنا. عايز بقى تجيب الكيو عند كل حته، انا خلاص بما اني عارف الكيو خلاص عايز اجيب بقى اطبق بين النقطه دي والنقطه دي اهي، يبقى تي 1 ماينس تي 2 على المقاومه اللي بينهم لين ار 2 على ار 1 على 2 باي ال كي. عايز اجيب بس ان هي نفس الكيو بتساوي ها تي انفينيتي انسايد ماينس تي 1 على المقاومه 1 على اريا انسايد اتش انسايد. فتعرف تجيب من هنا تي 1 بعد كده ترجع تجيب تي 2 ونفس الكلام لو عملته مع تي 3 وتي 4. تمام كده؟ طيب نيجي ليه موضوع تاني، انه عايزين بقى ناخد المعادله الجنرال دي ونروح لافاق اخرى، نشوف بقى نشوف حاجات احنا ما كناش قبل كده هنعرف نشوفها لوحدنا، لازم نستخدم المعادله دي تساعدنا نوصل للمعادله توصف لنا الشكل ده. فبيقول لك لو كان بقى هنا بدايه هيت جنريشن، لو في عندي هيت جنريشن يعني ايه الكلام ده؟ عندي بلان وول اهو، عندي جدار بالمنظر ده وليكن رود باس بار مثلا من النحاس وماشي فيه كهرباء اهو، موجود الكهرباء فيه هينتج عنه انه هيسخن يبقى فيه هيت جنريشن. عندي رد بالمنظر دوت وده مفاعل نووي ينتج عنه حراره. في الحاله دي شكله هيبقى عامل ازاي؟ الحقيقه ان انا عندي جدار من الناحيه دي وجدار من الناحيه التانيه متعرض للهواء الجوي. فهتلاقي ان اعلى نقطه تمبريتشر موجوده عندك هتلاقيها فين؟ في السنتر اهو، يعني لو خدت السنتر ده وبصيت على التمبريتشر دي هلاقي ان هي اعلى قيمة للتمبريتشر لان هو بيبرد من جنبين فبردين قوي لكن اللي في القلب مش حد بيبرده وبالتالي التمبريتشر بتبقى اعلى. يعني انا متوقع شكل البروفايل، انا كده متوقع شكل البروفايل اهو، ادي السنتر لاين اهو، ادي شكل البروفايل بتاعي هيبقى عامل كده. ادي الجدار اهو يمين وشمال وبالتالي انا عندي شكل البروفايل ده هيديني اهو. ايه اللي انا هعرفه؟ لان تي على الشمال تي سيرفيس 1 هي نفسها تي سيرفيس 2 فده يعتبر 1 باوندري كونديشن ما يعتبرش 2. لكن الجديد بقى دلوقتي انا ممكن اشوف حاجه ثانيه. فاكر لما قلنا السلوب اهو، لو بصينا على السلوب هنا الميل هنا السلوب بكام؟ بزيرو، فدي يعتبر باوندري كونديشن ثاني. السلوب يعني ايه؟ يعني دي تي باي دي اكس بتساوي زيرو بس فين؟ عند اكس بتساوي زيرو، دي يعتبر سكند باوندري كونديشن. طب بما ان انا عندي المعادله دي او المساله بتاعتي دي مساله هيت ترانسفير كوندكشن بيور كوندكشن جوه الماده، وبالتالي انا هنا الجديد بس في عندي هيت جنريشن، فانا هستخدم الجنرال ايكويشن اللي هي بتتكلم على الهيت ديفيوجن ايكويشن. هل انا عندي محور واي؟ لا. عندي تغير في محور زد؟ لا. عندي هيت جنريشن؟ المره دي في، ايوه. في تغير مع التايم؟ لا. فايه الجديد؟ الجديد بقى الشكل بتاعي اهو، ان دي 2 تي باي دي اكس سكوير هو اللي بيساوي نيجاتيف كيو دوت ويكي. خد بالك ما تنساش ان الكيو دوت هو الحراره اللي اتولدت من مكعب واحد متر مكعب، يعني وات لكل متر سكوير. هل الجدار ده، الجدار اللي انا رسمه لك ده اهو، هل الجدار ده حجمه واحد متر مكعب؟ لا. امال هو كام؟ ما هو ادي الاريا بتاعته هي العمودي عليه وليه سمك كام؟ لو انا اخترت ده الاوريجن بتاعي ده الزيرو وده ال، يبقى انا كده عندي 2 ال، يبقى كده الفوليوم بتاعي كام بقى دلوقتي؟ الفوليوم بتاعي هنا ايه؟ 2 ال في الاريا، يبقى ده بينتج عنه حراره قد ايه؟ اذا كان ها 1 متر مكعب بينتج عنه كيو دوت، يبقى هضرب ده في ده كده جبت الهيت توتال انبوت. خد بالك السيستم ده كانرجي بقى، تعال بص على الفيرست لو، الفيرست لو بيقول لي انه الرود ده
بيولد كيو اهو كيو ان ها ماينس كيو اوت وبلس كيو جنريشن وعندي ورك اوت ورك ان انا في عندي ورك لا مفيش هيساوي التغير في الانرجي بتاع السيستم ده مع التايم هل السيستم ده بيتغير مع التايم لا لا ليه لانه احنا قلنا ستيدي ستيت في الترم ده بزيرو في عندي هيت جنريشن ايوه عندي هيت جنريشن في عندي كيو ان ثانيه لا في عندي كيو اوت ايوه ايه هي بقى كيو اوت ما هو الكيو جنريتد اللي اتولدت هنا خرجت من اليمين والشمال باي ايه باي كونفكشن في عندي كيو جنريتد بتساوي بالظبط كيو اوت يبقى ده كده تطبيق الفيرست لو طب الفيرست لو بيقول لي اهو ادي الكيو جنريتد اللي هي هتساوي بقى كيو دوت في الفوليوم بتاعي اللي هو الاريا ها في مين في 2 ال ادي كيو جنريشن بوست بقى نيجاتيف بوست طيب هيبقى نيجاتيف مين كيو كونفكشن كم كيو كونفكشن انا عندي كيو كونفكشن يمين وكيو كونفكشن شمال او بمعنى صح ده يوديه الناحيه الثانيه يبقى بيساوي ها 2 كيو كونفكشن ايه هم كيو كونفكشن ما هو الكونفكشن القانون بتاعه ها A في H في دلتا T مين اللي هي دلتا T؟ T surface minus T infinity. كم مرة 2؟ واحدة على اليمين واحدة على الشمال. كده احنا خلصنا كل ايه؟ التطبيقات اللي ليها علاقة بالفيرست لو. كل الكلام اللي بالفيرست لو كده خلص. نرجع بقى لمين؟ للهيت ترانسفير. ادي الهيت ديفيجن ايكويشن عشان اكمل المعادلة دي محتاج كم باوندري كونديشن؟ محتاج 2 باوندري كونديشن. ايه هم الباوندري كونديشن؟ اهو عند X بتساوي L التمبريتشر بتاعتنا بكام؟ بتي سيرفس. وعند اكس بتساوي 0 السلوب بيساوي 0 اهو. ادي الباوندر كونديشن الاولاني وادي الثاني. طب ما هو دول قد بعض. ما يبقاش دول في الاخر 1 باوندر كونديشن. دول 1 باوندري كونديشن. لو كملت واستخدمت الباوندر كونديشن عشان اجيب الثوابت ديت هيطلع في الاخر ادي المعادله اللي بتوصف التمبريتشر جوه الجسم او الباسبار او المفاعل النووي عامل ازاي. اهو عند اي اكس المسافه التمبريتشر بتي سيرفيس ادي الهيت جنريشن على 2 كي في ال سكوير ماينس اكس سكوير المعادله دي معادله ايه لو انت خدت بالك؟ اه دي معادله بارابولا بس خد بالك البارابولا اللي هو واي ده هنا ده واي وده سي ها وده شويه كونستانت اهي وهنا بقى ايه بالنيجاتيف اكس سكوير يعني معناها البارابولا ده مقلوب اه فعلا اهو ادي البروفايل فعلا اللي احنا كنا متوقعينه بتاع التمبريتشر توزيع البروفايل بتاع التمبريتشر جوه الجسم اهو بارابولا مقلوبه بتبص لتحت. جميل نفس الكيفيه ونفس المعادله ونفس الشكل ده كان هيتطبق لو احنا كنا عندنا ايه؟ تخيل بقى لو انا عندي جدار سمكه ال مش 2 ال بس من ناحيه ثانيه كان عزل بيرفكت. تخيل كده وانت نايم على المخده هتلاقي ان الناحيه اللي انت نايم عليها دي سخنه جدا هي اعلى نقطه. ايوه عشان كده كان انت قسمت الشكل اللي على ايدك الشمال ده اهو. كانك قسمته بالنص وخليت ماده عازله من ناحيه اهو اتبقى لك الشكل اللي على ايدك اليمين اهو الماده العازله بيرفكت عشان كده اتعلمنا بقى كلام جديد بقى في الهيت ترانسفير لما تشوف ماده عازله ويقول لك عليها بيرفكت تعامل معاها كانها مرايه كانها ايه؟ كانها مرايه يعني اهو ادي الشكل بتاعي والماده الماده دي عازله بيرفكت من ناحيه الشمال ادي شكل البروفايل بتاع التمبريتشر اهو اعلى نقطه في القلب بعد كده على الجدار بعد كده راح كده كان في مرايه اهي كان في مرايه كان في عندي الشكل ده مرايه اهو كمل الشكل بتاعك كانه مرايه طب ما هم مرايه طب ما هو ده نفس الشكل اللي احنا اثبتناه في اول مساله ادي اوريجين وادي ال وادي محور اكس وكنا جبنا القانون اس ايه الجديد هتقولي طب ما هو الهيت جنريتد اتغيرت ايوه ما هو الهيت جنريتد دلوقتي من فوليوم قد ايه ها كيو دوت بتاعت المتر المكعب مضروبه في كام بقى ده اريا واحده العمودي على الورقه دي ادي الاريا في كام؟ في 1 ال في ال واحد بس مش في 2 ال ايوه طب والكونفكشن ايوه ما هو خرج من ناحيه واحده الكونفكشن ما هي دي نفسها الجنريتد هي نفسها الكونفكشن اللي هي خرجت ها اي اتش دلتا تي اللي هو السيرفس هو الناحيه واحده اليمين بس هي اللي حصل فيها الكونفكشن كما كنت انت خدت المعدل اللي قبل كده وقسمتها على الاثنين فهي نفس المساله هي ما اتغيرش فيها حاجه رغم ان المساله دي نص المساله دي كشكل لكن الحقيقه ان هي عشان في انسوليشن بيرفكت فكانك عندك مرايه اهي شايف ادي الهيت جنريتد من ناحيه شيل الاثنين دي مع الاثنين دي اتبقى كانك بتحل المساله تاني طيب وادي شكل المعادله
اللي احنا وصلنا لها في الاخر لو عوضت بقيمه الكيو اللي جالك من الكونفكشن. طب لو كان الكلام ده اسطوانه بقى، يعني احنا بنشتغل في كهرباء، معانا واير كابل كهرباء، الكابل الكهرباء ده لما تيجي تبص عليه ده اسطوانه، وفي كهرباء معديه في كرنت فده بيسخنه، يبقى شكل البروفايل جواه عامل ازاي؟ شكل البروفايل عامل ازاي؟ خد بالك من السنتر من القلب هو اعلى نقطه في جوه الواير، محور الاسطوانه، المحور بتاع الاسطوانه او السنتر لاين بتاع الاسطوانه هو ده اعلى نقطه. والبروفايل عامل ازاي؟ واضح احنا متوقعين ان هو شكل البرابولا اللي تحت كده، والسيرفس هي نفس التمبلتش نفس الكلام. السلوب هنا بس خد بالك المحور هنا هيبقى ايه؟ سلندريكال، يعني دي تي باي دي مين؟ باي دي ار، عند ار بتساوي زيرو هو اللي بيساوي زيرو. طب وكيو جنريشن؟ ما هي ما انا عندي كيو جنريشن بس ده كان متر مكعب، لو ضربته في الحجم، الحجم اللي عندي اللي هو ايه؟ مساحه مقطع الاسطوانه باي ها على 4 ديامتر او باي ار سكوير من الاخر، مفيش 4 ولا حاجه، باي ار سكوير ها في ال كده جبت الفوليوم، ده اللي هو الكيو اللي خارجه باي كيو جنريشن اهو كيو دوت جنريشن. هتخرج باي ايه؟ باي كونفكشن من كام ناحيه؟ هي حوالين الاسطوانه كلها الداير ما يدور، يعني اللي هو باي ها R 2 باي R ده اللي هو المحيط في ال L. ادي الاريا كده جبت الاريا ها في ال H الهيت ترانسفير كوفيشنت في الدلتا تي بين السطح وبين الانفينيتي الجو، ادي الهيت ترانسفير باي كونفكشن. ما هو لازم الكيو جنريشن بتساوي الكيو كونفكشن لان انا ما عنديش كيو ثانيه انبوت ولا عندي ورك لما اجي اطبق الفيرست لو، ادي الكيو جنريشن لازم تروح باي كيو كونفكشن. دي معنى انا كنت بقول لك دايما لما تيجي تفكر في مساله بص لها من ناحيه الفيرست لو الاول عامله ازاي. طيب انا عايز اجيب البروفايل ده فعلا كمعادله، هستخدم اي معادله؟ معادله السلندريكال. طيب دي اللي هي خد بالك بالار، ها مفيش فاي، مفيش في اتجاه زد تغير، عندي هيت جنريشن، ما عنديش تغير مع التايم. لما اجي اكمل الكلام دوت محتاج تو باوندر كونديشن، لو مشيت وراهم هيطلع عندي ادي التو باوندر كونديشن، السلوب والسطح بدرجه حرارته بكام. ادي شكل المعادله، هل المعادله دي معادله لينير؟ لا دي معادله كيرفتش اهو. ار دي بالنسبه لي بس لو قلنا ده واي بتساوي كونستانت وشويه حاجات هنا بالنيجاتيف اهو، اكس سكوير اهو البارابولا بتبص لتحت عشان في نيجاتيف. وبالتالي انا اقدر اعوض عن التمبريتشر عند اي اكس اي محور ار، عند اي ار، عند اي ار انا اقدر اروح اجيب التمبريتشر دي بكام؟ عند اي ار اعرف اجيب التمبريتشر دي بكام؟ تمام كده يا شباب؟ اي سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب تحب نوقف لغايه هنا ونكمل الجزء ده المره الجايه؟ ولا نكمل جزء الانسوليشن؟ اعتقد ال 10 دقايق دي مش هتكفينا ان نخلص الجزء بتاع الانسوليشن دوت. خلاص ماشي نكمل. تمام اوكي. اي سؤال لغايه دلوقتي بالنسبه للمحاضره النهارده؟ ايه اللي احنا كنا بندور عليه من الاخر خالص؟ هو ده اللي انا قلت لك عليه، هتلاقيها في الفورمولا شيت لما يجي لك مساله. لما هجي لك مساله اللي انت محتاجه تشوف المساله بتاعتك، هل هي بلان وول؟ يبقى هتستخدم القوانين بتاعتك دي. هل هي سلندريكال؟ هل هي سفيريكال؟ بس مش اكتر من كده. كل الكلام ده مجرد اثبات، جيت منين الكلام ده؟ لكن انت مش مطالب باثباته ولا حفظه، انت بس مطالب تبقى عارف هو جه منين، وبالتالي انت لما تيجي تستخدم مسالتك تبقى انت هتحدد بيزد على المساله هل هي سلندريكال ولا سفيريكال ولا بلان وول، هتستخدم انه قانون بالظبط. تمام كده يا شباب؟ اي اسئله؟ اقول علي صوت شويه دكتور، هو احنا في اسئله بعد كده هتبقى في 3 دي ولا احنا اخرنا؟ هنروح لل 3 دي وهنشوف بنحله ازاي، وهتلاقي ان فعلا الموضوع كومبليكيتد، والحل انك تحله حاجه اسمها نيوميريكال، هيبقى حاجه ابسط بكتير، يعني الكمبيوتر عامل ازاي؟ هندي احنا المعادلات للكمبيوتر هو يحلها بسهوله، او على الاكسل هنوريها لك حاجات بقى جميله شكلها، يعني هتعلم سكيلز كويسه على الاكسل او على الماتلاب تعرف تحل بيها الكلام ده. تمام. انت مش مطالب بيها قوي في الامتحان، انا بس انت خد بالك احنا هدفنا ايه؟ نتعلم. فانا بديك التولز اللي انت بعد كده هتحتاجها. لكن انا مش هطلب منك في الامتحان تعمل برنامج اكسل ولا تعمل ماتلاب وتحسب كود والكلام ده كله، تمام؟ ما تقلقش يعني، بس اهم حاجه المسائل بتاعت الشيت انت تكون ماشي فيها، دي اللي انت مطالب انك تعرف تحلها، ده كامتحان، ده بالنسبه للامتحان، وما تقلقوش في الامتحانات والكلام ده كله. النقطه المهمه بس انك تتعلم، تبقى انت عايز تعرف دي تتعمل ازاي، بنحسبها ازاي، ايه اللي انا ممكن استفاد بيه في تطبيقات اعملها ازاي. يعني انت اللي كانوا معايا في البروجكت بتاع الستيرلينج
لو انا جيت طبقت بقى الهيت ترانسفير على المساله بتاعتي كاسطوانه بتاعت ستيرلينج، هستخدم انهي قانون في دول؟ فاكر كنا بنبرد في حته وبنسخن في حته. يا باشمهندس. لو انت فاكر كان اسطوانه، وبالتالي هنستخدم انهي قوانين؟ القوانين بتاعت السلندريكال. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. اوكي. مسائل حبان اكتر وانت بتحل في الشيت. تمام. اوكي، شكرا. شكرا دكتور. شكرا.